السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، معكم داشان حسن داشان، وجي معدنا في حلقه جديده من حلقاتنا اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقه النهارده هي الحلقه رقم 72 بدايه من فارما تيوب، الحلقه رقم 4 بدايه من شابتر يورينري تراكت سيستم. حلقه النهارده هنتخصص فيها في عضو مهم جدا في اليورينري تراكت سيستم عند الميل، وهو البروستات. هنتكلم عن اشهر مرضين في البروستات، وهو البروستاتايتس والبيناين بروستاتيك هايبربليزيا او هايبربليجيا. طيب يعني ايه بروستاتايتس؟ بروستاتايتس من اسمها ايتس، يبقى فيه انفلاميشن، يبقى انا عندي بتكلم عن حاله انفلاميشن في البروستات. ده بالنسبه للجزء الاول في حلقتنا النهارده. اما الجزء الثاني في حلقتنا النهارده اللي هنتكلم فيها عن مرض اخر، وهو البيناين بروستاتيك هايبربليزيا. بيناين يعني ايه؟ بيناين يعني حميد، ما هوش مالجنسي، ما هوش سرطاني، ما هوش كانسر، بيناين حميد. بروستاتيك يعني في البروستات، هايبربليزيا يعني تضخم في الخلايا او تضخم في حجمها، فبالتالي بنتكلم عن تضخم البروستاتا الحميد. ده باللغه العربيه ممكن نقول عليه بيناين بروستاتيك هايبربليجيا، هايبربليزيا او هايبربليجيا، نطقين صح لنفس المصطلح. دول يا جماعه اشهر مرضين بيصيبوا غده البروستات، والبروستات موجوده في الميل فقط، ما هياش موجوده في الفيميل. من اهم وظائف البروستات يا جماعه ان هي بتكون 70% من السائل المنوي، 70% من الفلويد بتاع السمن هو عباره عن جاي من غده البروستات، وهو اللي بيغذي الحيوانات المنويه، وهو اللي بيعمل لها ليبريكيشن وبيخليها تسبح في هذا السائل. ده وظيفه، اهم وظيفه للبروستات. طيب البروستات موقعها فين يا جماعه؟ موقعها تحت البلادر زي ما احنا شايفين في الصوره دي، البلادر تحت النك بتاع البلادر هنا، غده البروستات وقناه مجرى البول او اليوريثرا هنا بيعدي من وسطها. طيب لو حصل لها انفلاميشن او حصل لها تضخم ايه اللي هيحصل بالظبط؟ خلينا نتكلم طبيعي كده يا جماعه. دلوقتي يا جماعه لما المثانه دي، البلادر دي تتملي باليورين، لما بتتملي خالص انت بيجي لك شعور ان انت عايز تخش الحمام. الشعور ده بيجي لك ازاي؟ بيجي لك ازاي الشعور ده؟ بيجي لك عشان اليورين اتملى في البلادر، البلادر دي اتملت يورين، فابتدت تضغط على العضله، العضله اللي هنا دي قافله عشان ما يحصلش سيبان لليورين، فبتبقى قافله. لما يحصل لها ضغط من زياده اليورين جواها، فانت بتحس بالم هنا شويه. الالم ده هو الشعور اللي بيقول لك روح اعمل حمام. ده بالظبط الفكره، دي حاجه طبيعيه بتحصل عند اي حد. طيب يبقى في هنا بين حصل، مش بين، مش عايزين نقول بين، حصل زي ما تقول ايه، النيرف هنا حست باحساس، الاحساس ده جه في العضله بتاعه ايه، او العضله القابضه، او في البلادر نيك هنا، في العضله القابضه هنا للبلادر، فابتدى ان انت تحس ان انت عايز تخش الحمام، فرحت دخلت الحمام. طيب تخيلوا معايا ان البروستات دي حصل لها انفلاميشن، او حصل لها انلارجمنت او زياده في الحجم، معنى كده ان هي وهي موقعها تحت العضله دي بالظبط، فبالتالي هتفضل على طول تدي اشارات عصبيه للعضله هنا، معنى كده ان انت عايز ان انت تخش الحمام، وتيجي تروح ما تلاقيش في ميه كفيتك. طب الشعور ده جالي منين؟ الشعور ده جالي منين؟ جالك من ان في مشكله في البروستات هي اللي عامله لي الشعور ده. ده حاجه كمان ان هي ممكن تضغط على اليوريثرا هنا او قناه مجرى البول فتقفلها نوعا ما، فتيجي وانت بتعمل حمام تيجي تحس بتقطير، ما هوش اندفاع في الفلو بتاع اليورين الطبيعي، ما بينزلش باندفاع، بينزل بصعوبه او في صوره تقطير. وممكن في لو الموضوع كبير قوي والمشكله كبيره قوي، خاصه في البناين بروستاتيك هايبربليزيا، ممكن تقفل اصلا قناه مجرى البول. فدي فكره حلقتنا النهارده، عايزين تخيل ايه اللي بيحصل بالظبط. هي دي بالظبط الاعراض، هيبقى فيها اعراض كبيره هنبدا نجمعها مع بعض، بس دي الفكره الرئيسيه في حلقتنا النهارده. نحاول نتخيل الناس اللي عندهم انفلاميشن في البروستات بيبقى عندهم، بيبقى الاحساس بالظبط عندهم عامل ازاي. عندهم يورينري فريكوانسي، يعني فريكوانسي على طول داخل الحمام، الفريكوانسي بتاعته عدد المرات دخول الحمام كتيره، والكميه ما هياش كافيه ان هي تديك العدد ده. كمان في بقى في ايرجنسي، يعني ايه ايرجنسي؟ يعني عايز اخش الحمام. ففي اعراض هنسميها مع بعض، ولكن انا عايزكم قبل ما نخش حلقتنا نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. حلقتنا منقسمه الى جزئين، اول جزء البروستاتايتس، تعالوا بينا نبدا في اول جزء في حلقتنا النهارده. البروستاتايتس يا جماعه وهو الانفلاميشن بتاع البروستات جلاند، في عندي كلاسيفيكيشن اتعمل سنه 1999 من الناشونال انستيتيوتس اوف هيلث، عملوا ال NIH، عملوا كلاسيفيكيشن كده، وفي الكلاسيفيكيشن ابتدوا يشرحوا ازاي نعمل دايجنوزس، وابتدوا يعملوا جايد لاينز على التريتمنتس، واحنا شرحنا كله في حلقتنا النهارده، سواء كان في البروستاتايتس او الفيناين بروستاتيك هايبربليزيا، مبني على اخر او احدث اصدارات من الجايد لاينز اللي اتكلموا عليها في الموضوعين دول، وهنعرف بالظبط ازاي نتعامل معاهم ونتصرف في كل حاله. فابتدوا هم في سنه 1999 يعملوا لي كلاسيفيكيشن للبروستاتايتس لاربع انواع او اربعه كاتيجوريز. الاربع انواع دول يا جماعه، اول نوع وهو الاكيوت بكتيريال بروستاتايتس، من المصطلح هنعرف
كل نوع، يعني في بكتيريال انفكشن اكيوت احاد، فده بيبقى اديني اعراض شديده شويه، ده اللي هو اكيوت بكتيريال بروستاتايتس، ده اول نوع. تاني نوع وهو الكرونيك بكتيريال بروستاتايتس، ده بيبقى البكتيريال انفكشن بقى له فتره كبيره فالاعراض بتبقى خفيفه شويه. ثالث نوع هو الكرونيك بروستاتايتس وما وضحليش قال لي بكتيريا ولا لا، هو قال لي كرونيك بروستاتايتس، او بيسوق بيقول عليه مصطلح هو الكرونيك بيلفيك بين سيندروم، كرونيك بيلفيك بين سيندروم، وده مرض يعني شديد شويه، مش شديد في 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 في, في الاعراض بتاعته، لا بيبقى رخم انه احنا نقدر ازاي نتخلص منه، يعني بيبقى رخم ان احنا نقدر ازاي نتخلص منه، علاجه ما هوش سهل قوي وتشخيصه بيحتاج كذا كريتيريا كده هنتكلم فيه. ده رقم 3. رقم 4 ده حاجه السيمبتوماتيك، ما بيش حاسس باي اعراض، هو عنده انفلاميشن في البروستات بس مش مدياني اي اعراض، بيبدا يتعرف عليها بعدين خالص لما يجي يعمل تحليل معين ل في مثلا انزيم مع حاجه معينه او ماركر معين بيطلع في الدم بيجي يحلل فبيلاقي حاجه زي كده طالعه، ولكن ما هوش عنده اعراض ولا عنده اي حاجه خالص. ده رقم 4. هنتكلم عن كل حاجه من الاربعه دول ونتصرف فيهم ازاي. طب الاكيوت والكرونيك بكتيريال بروستاتايتس ده عرفنا ان سببها بكتيري، فالعلاج هيبقى ايه؟ علاج هو انتي بايوتيك. اما السي بي بي اس اللي هو الكرونيك بيلفيك بين سيندروم او الكرونيك بروستاتايتس اند كرونيك بيلفيك بين سيندروم، ده يا جماعه بيبقى فيه عندي مشاكل في بين ولكن ما عنديش انفكشن، بيبقى عندي الاعراض اللي انا هتكلم فيها دي ولكن ما بيبقاش فيه سبب للعدوى، ما بيبقاش سببه بكتيري. اما الاسيمبتوماتيك انفلاماتوري بروستاتايتس هو النوع رقم 4، ده بيبقى الشخص ده يعني لما يروح يعمل ما بيبقاش بيخلف، فبيروح يعمل تحليل او بيروح يعمل يشوف كده حاجه بتطلع في الدم اللي هو البروستات سبيسيفيك انتيجين البي اس اي، نحفظ بقى المصطلحات دي عشان هنكررها كتير في حلقتنا النهارده. البروستات سبيسيفيك انتيجين انتيجين ده حاجه زي ماركر كده بيطلع من البروستات، بيبدا ان هو يلاقي الليفل بتاعه عالي، او لما يجي يعمل تحليل لليورين بيلاقي الوايت بلاد سيلز عنده عاليه في اليورين ولكن ما عندوش اي اعراض، ما فيش اي اعراض خالص، بيلاقي الحاجات دي موجوده قدامه، فده بيتصنف كايه؟ كاسيمبتوماتيك انفلاماتوري بروستاتايتس ومالوش علاج، ما بياخدش علاج، يعني هو ما بياخدش علاج للكلام ده، ما بيتعالجش، يعني ما فيش علاج اتنص عليه في الجايد لاينز للنوع رقم 4 ده. طيب ولكن ده نوع بيتعرف، ما هو ما فيش اعراض هيعرف ازاي؟ ما انا قلت لك بيعرف كده في لما يروح يعمل تحليل اللي هو ما بيخلفش، او يروح يعمل يشوف البي اس اي ليفل بتاعه هيلاقيه عالي، او يجي يعمل تحليل يورين يلاقي الوايت بلاد سيلز عاليه، ما فيش اي سبب اخر، صنف كده اللي هو السيمبتوماتيك انفلاماتوري بروستاتايتس. بروستاتايتس كالبريفيلنس بتاعها يا جماعه من اشهر امراض اليورولوجي موجوده، من اشهر امراض اليورولوجي الموجوده في امريكا، حوالي كل سنه 2 مليون واحد بيروحوا للدكاتره عشان عندهم بروستاتايتس. في على مستوى العالم حوالي 8.2 من الرجال على مستوى العالم بيجي لهم بروستاتايتس على مدى حياتهم، 8.2% من الرجال حول العالم بيجي لهم بروستاتايتس على مدار حياتهم. تعالوا بينا نتكلم عن اول نوع وهنمسك نوع نوع. اول نوع بيقول عليه الكاتيجوري 1 او النوع الاول، يعني الاكيوت بكتيريال بروستاتايتس. الاكيوت بكتيريال بروستاتايتس بيبقى عندي بكتيريال انفكشن ولكن بيبقى خطير شويه ويعني قوي شويه، فبيديني اعراض، حتى الاعراض كمان ممكن توصل اللي هي تبقى اعراض سيستميك. يعني ايه سيستميك؟ يعني يجيله فيفر، يجيله تشيلز القشعريره والحراره والماليز والارثرالجيا والميالجيا، الالم العظام والم العضلات اللي هي زي ما يكون واحد واخد دور برد جامد كده، فبتبقى بقى عنده بعض الاعراض شبيهه بدور البرد اللي هي ايه بنقول عليها سيستميك انفكشن سيمتومز، اللي هي الاعراض اللي هي في عندي سيستميك انفكشن، يعني وصلت لاعراض سيستميك سيمتومز كمان. يبقى دي يا جماعه في الاكيوت فقط. الكرونيك ما بقاش عنده الاعراض دي، الكرونيك ما بقاش عنده الاعراض بالاضافه الى الاعراض اللي ليها علاقه بالبروستات. نتخيل مع بعض ان في عندي بكتيريال انفكشن في الخلايا بتاعه البروستات وعملت انفلاميشن، متخيلين الانفلاميشن ممكن يعمل ايه في الشخص؟ هيعمل له شويه الاعراض الاتيه، هيدي له بروستات بين او بيسموه برينيال بين. برينيال بين ده فين بالظبط موقعه؟ ما بين الخصيتين وما بين فتحة الشرج، في كده المسافة اللي ما بين الخصيتين وبين فتحة الشرج في النص كده بيحس بنغزة وألم في المنطقة دي. دي المنطقة دي بيقول عليها برينيال، المنطقة دي بيسميها برينيال. يبقى المنطقة دي اللي فيها البروستات بالظبط، فبيحس بيها البين، بقول عليها برينيال بين أو البروستاتيك بين. بيحس بديسيوريا، إن هو وهو بيعمل حمام بيحس بحرقان وصعوبة إن هو بيعمل حمام. بيجي له بقى الأعراض بتاعة الأوبستراكتيف يورينري تراكت سيمتومز، اللي هو بقى البروستات من الإنفلاميشن بتاعها ضغطت على قناة مجرى البول، نتخيل مع بعض، فابتدت تعمل الآتي: يورينري فريكونسي، داخل الحمام كل شوية، داخل الحمام يعمل شوية مية صغيرين. ده في ايه يا جماعه؟ في ايه اللي بيحصل؟ ايه بيجي لي الاحساس ده ليه؟ عشان الاحساس ده من ايه؟ من ضغط البروستات على العضله بتاعه البلادر. كمان في عندي اليورينري ايرجنسي، على طول كده بدون اي سابق انذار، ايه ده انا عايز اخش الحمام دلوقتي. ديسيوريا، صعوبه في ان هو بيعمل حمام، بيجد بصعوبه.
نوكتيوريا، نوكتيوريا يا جماعه، هو نايم بيخش عايز يقوم من النوم كده يروح يخش يعمل حمام ده وهو نايم. هيستانسي، هيستانسي دي يعني ايه؟ هيستانسي دي يعني الفتره ما بين ان هو يعني لما واحد يجي يعمل حمام، يجي يعمل حمام كده بيبقى في وقت كده ما بين ان هو يطلق الفلو بتاع اليورين من من البينس بتاعه، فبيبقى في فتره كده زمنيه ان هو ايه الفتره دي بتطول. يبقى هو مثلا قاعد مستني كده الحمام، ايه ده الميه عايز يعمل حمام بس مش عايزه تيجي، اللي هي فتره اللي هي الانطلاق بتاع اليورين مش عايز يجي، اللي هي بنقول عليها هيستانسي. المصطلحات دي مهمه قوي عشان تفهمها. يبقى في عندي في عندي فريكونسي، في عندي ايرجنسي، في عندي ديسيوريا. مش عايزين بقى نقعد نترجم المصطلحات دي كل شويه لان هنقولها كتير. فريكونسي، ايرجنسي، ديسيوريا، نكتيوريا، هيستانسي. هيستانسي فهمت يعني ايه؟ يعني هو مطلع القضيب كده عشان يعمل الحمام، ولكن الوقت ده بيطول، بيطول عشان اليورين مش قادر يعني بيطلع بصعوبه، بيبقى في وقت عشان اليورين يطلع، تمام؟ ولما بيجي يطلع بقى الاستريم بتاعته القوه بتاعته ضعيفه، الفلو بتاعته ضعيفه، ما بتبقاش بتدي كده مسافه، لا بتبقى بسيطه قوي، تمام؟ بتبقى في صوره تنقيط كمان، ده بيبقى. ولما بيجي يخلص حمام قفلت معاه كده بيبقى حاسس ان هو لسه عايز يعمل، وما بيبقاش عايز يعمل، بنقول عليها incomplete voiding. مصطلحات مهمه تعرفها وتفهمها وتركز فيها، لان الديزيز بتاعنا هنا التشخيص بتاعه مهم قوي من الوصف المريض للحاله. المريض هو اللي هيقول لك الكلام ده. لما المريض يقول لك الكلام ده فانت بتبدا تبني عليه تشخيصك وتعرف انت تعمل ايه بالظبط. طيب بيبقى في اعراض اخرى، ممكن يبقى في لو باك بين ولو ابدومينال بين، بس الاعراض بتاعت التبول دي هي اعراض مهمه قوي وبتبقى موجوده في ناس عندهم اكيوت باكتيريال بروستاتايتس. طيب نيجي نعمل دايجنوزس. الدياجنوزس بتاعنا هنا في عاملين نجمتين، فدي بتبقى اكتر حاجه بتتعمل وهي دي اللي بتاكد لي بشكل كبير، بالاضافه طبعا للاعراض والهيستوري. طبعا الدياجنوزس بشكل كبير في البروستاتايتس والبنان بروستاتيك هايبر ديزيز هتبني على الهيستوري. المريض هيحكي لك ويقول لك، بعد كده تيجي تعمل انت لو عايز تعمل تحاليل بتعمل حاجه اسمها الميد ستريم يورين اناليسيز. يعني ايه؟ بتقول له اعمل لي تحليل بول، بس تحليل البول لما تيجي تطلبه من المريض بتقول له يعني لما تيجي تعمل تتبول عشان تعمل التحليل اللي تجيب العينه جيبها من نص البلادر. يعني ايه جيبها من نص البلادر؟ اقول له يعني اعمل شويه بره كده في الحمام وبعدين في النص روح حاطط بقى تجيب العينه من النص، وبعد ما تجيب العينه من النص تكمل حمام انت بقى، تكمل البيبي بتاعك في الحمام. انتوا متخيلين فاهمين ايه؟ فانا عايز النص بتاع البلادر ليه؟ لان انا في الاول بتبدا يمشي، فبالتالي بيجي في النص. في النص دي بيبقى فيها بتبدا تاخد من الانسجه بتاعه البروستات وكده، ولو في بكتيريا تبدا تخش بقى في المطاع، فبتبقى اكثر دقه، يعني بيبقى اكثر دقه. وبعد ما بجيبها بيبقى فيها طبعا هيبقى فيها صديد او فيها بكتيريا، فببدا اعمل كلتشر اللي هو مزرعه، فبيديني ايه؟ بيديني بكتيريا. ده في حاله الدياجنوزس. طيب لما باجي اعمل وايت بلاد سيلز في اليورين بلاقيها اكثر من 10، اللي هو التركيب بتاعها اتش بي اف، ده اللي هو العدد بتاعها يعني اكتر من 10. طيب لما باجي ممكن اطلب تحليلات اخرى ممكن، ولكن لو انا ابتديت اعالجه والعلاج مش نافع ممكن اديله بقى اعمل اشعه، اعمل الترا ساوند او سي تي سكان. طيب يا جماعه الناس اللي عندهم اكيوت باكتيريال بروستاتايتس الدكتور مش هيعمل لهم بروستاتيك مساج، هنعرف المساج ده بيتعمل ازاي دلوقتي، ولكن خليكم يعني مش هيعمل مساج للبروستات الدكتور كده، هنعرف ازاي دلوقتي المساج بيتعمل، ولكن افويد يتعمل مساج للبروستات وهو عنده اكيوت بكتيريال بروستاتيس انفلاميشن بيبقى قوي قوي والبروستات مش مستحمله اي حاجه. طب نيجي نتكلم على العلاج. العلاجات دي يا جماعه والحاجات دي كلها من الجايد لاينز بيقول لي ايه؟ ان انت هتعالج من اسبوعين لاربع اسابيع، ده فتره العلاج من اسبوعين لاربع اسابيع، يبقى اقل مده اسبوعين اقصر مده اربع اسابيع، وبتعتمد على الاورجانيزم. يعني انت لو عملت مزرعه الافضل تعمل لي مزرعه عشان ولكن خلينا نتكلم على الموست فريكوينت ريجيمنز. اي بكتيريا يا جماعه مش هقول لك انت هتعالجها بمضاد حيوي، لازم اقول لك الكلمه دي، تعتمد على الاورجانيزم نفسه عشان اتكلم معاك كلام علمي مظبوط. ولكن احنا هنتكلم على الموست فريكوينت ريجيمنز ممكن الدكتور يشتغل عليها من غير ما يعمل مزرعه اصلا. بيتم استخدام الاتي السيبروفلوكسيسين، وده من ضمن المضادات الحيويه اللي شغاله كويس قوي على اليورينري تراكت سيستم، هو والليبوفلوكسيسين والعيلتين دول من عيله الكينولونز والفلوروكينولونز، هناخدهم ان شاء الله في شابتر الانتيبيوتكس. هياخد السيبروفلوكسيسين 500 مللي جرام مرتين في اليوم، او ليبوفلوكسيسين 500 750 مللي جرام مره في اليوم، او سواء يعني كل واحده، او مش هياخد الاثنين مع بعض طبعا، نركز يا جماعه، دي ده ممكن ياخد او ده، او ياخد حاجه تانية اللي هو الكو ترايموكسازول اللي هو بيحتوي على كومبينيشن مع بعض ترايميسبريم والسلفا ميسوكسازول، ده حاجه سلفا وحاجه بتساعدها في شغلها، دي هتكلم عليها ايضا في شابتر الكيموثيرابي، هنلاقي يتاخد مرتين في اليوم. طيب ده لو الشخص ده عادي، انما لو الشخص عنده الحاله بتاعته سيفير وقاعد في المستشفى ومتبهدل بشكل كبير، لا ده هياخد له بقى حاجات تانية، هياخد امبيسيلين 2 جرام جرعه اي في كل 6 ساعات،
وهياخد معاها بلس، هياخد معاها يعني في نفس الحقنه كده معاها جنتامايسين 5 مللي جرام بير كيلو جرام كل يوم، يعني في اليوم يعني، او ممكن ياخد اللي هو 1.5 مللي جرام كيلو جرام كل 8 ساعات، يعني ممكن ياخد الجرعه دي او ياخد الجرعه كامله على حسب وزنه، ياخد جرعته من الجنتامايسين كامله. ده لو هو في الشخص في المستشفى فياخد الايه الريجيمين ده، اما لو الشخص ما هوش في المستشفى وهو قاعد في البيت عادي الحاله بتاعته تستدعي ان هو يشتغل يقعد في البيت يتعالج، ياخد الايه الريجيمين التاني. تعالوا بينا نتكلم على الكاتيجوري رقم 2 او النوع التاني، بنقول عليه ايه بقى؟ هو البكتيريال بروستاتيتس، ولكن كرونيك ما هواش اكيوت. الكرونيك بكتيريال بروستاتيتس هو عبارة عن بكتيريا انفكشن ولكن ريزيستنت، موجود في البروستات جلاند بقاله فترة كبيرة، وفي الغالب يا جماعة وجدوا ان الاشيريشيا كولاي ده نوع من انواع البكتيريا هو اكتر اورجانيزم موجود او مسبب لحالة الكرونيك بكتيريال بروستاتايتس. الاعراض يا جماعة بتبقى موجودة على الاقل مدة 6 شهور، ولكن ما بتبقى اعراض خفيفة اخف من اللي احنا قلناها اللي فاتت دي كلها. ما بيبقاش فيه سيستميك سيمتومز، ما بيبقاش فيه قشعريرة، ولا بيبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة. بيبقى الاعراض خفيفة عن اللي احنا قلناها في الاكيوت بروستاتايتس، يعني فاكرين الوصف اللي انا قعدت اقول لك الايرجنسي والفريكوانسي والنوكتيور دي كلها، بس موجودة عنده بشكل خفيف قوي، ما بتبقاش بالشكل اللي هو بيبقى في حالة الاكيوت بروستاتايتس. الديسيوريا عنده، صعوبة التوبل عنده موجودة ولكن متقطعة، ساعات ساعات لا. الاوبستراكتيف يورينري تراكت سيمتومز، ونبقى يا جماعة نركز مع بعض، لو ايه هم الاوبستراكتيف يورينري تراكت سيمتومز اللي احنا قعدنا نشرحهم واحدة واحدة اهم دول اللي بين قوسين، دول موجودين عنده ولكن بشكل متقطع، ساعات يحصل وساعات لا. لا اجي اعمل له دايجنوزس، لو قلت له روح اعمل لي تحليل بول اللي هو في الميد ستريم اللي هو في نص البلادر ده، برضه مش هيديني بكتيريا، يعني مش هيديني بكتيريا. ليه؟ لان البكتيريا موجوده بشكل بسيط قوي وموجوده داخل الانسجه بتاعه البروستات، مش هتطلع في اليورين. نقطه مهمه قوي يا جماعه، لو رحت قلت له اعمل لي تحليل بول مش هيطلع لي فيه بكتيريا، اعمل لي مزرعه لتحليل البول مش هيطلع لي فيه بكتيريا، ولكن لو قلت له شوف لي الوايت بلاد سيلز الكرات الدم البيضاء في اليورين هيلاقيها اكتر من 10، موجوده باكتر من 10. طب انا عايز اعرف البكتيريا دي هتتعمل فين؟ بتحليل انهو بقى؟ تحليل عليه نجمتين ده هو اللي يتعمل، اللي هو الاي بي اس اناليسيس. يعني ايه اي بي اس اناليسيس؟ هو الاكسبريست بروستاتيك سيكريشنز. يعني ايه؟ يعني احلل الافرازات بتاعه البروستاتا، اطلعها ازاي دي ان شاء الله الافرازات جوه، اطلعها ازاي؟ اطلعها بالبروستاتيك مساج او مش بالبروستاتيك، مش لازم اعمل مساج، اضغط عليها كده فيطلع. ازاي يعني هضغط عليها بالظبط؟ الدكتور يا جماعه بيعمل ايه؟ الدكتور بيلبس جلافز وبيبدا ان هو يدخل صباعه في فتحه الشرج، فالبروستات طبعا بتبقى جنب فتحه الشرج هنا، فبيضغط بصباعه وبيبقى عنده حاجه المريض ماسك حاجه بيطلع فيها، اول ما بيدوس بيطلع طبعا سائل، السائل ده اللي هو السائل اللي موجود جوه البروستات اللي بنقول عليه الاي بي اس اللي هو الاكسبريست بروستاتيك سيكريشن، فيروح يعمل له تحليل هيلاقوا فيه بكتيريا بقى. تمام، هو ده التحليل بتاع الكرونيك بكتيريال بروستاتايتس. العلاج، علاج هنا هيطول شويه. ليه هيطول شويه؟ لان انا عايز مضاد حيوي يدخل داخل الخلايا بتاعه البروستات ويفضل شغال عليها لفتره كبيره، لان الاورجانيزم ما عاشش فيها بشكل كبير. يبقى انا هتكلم عن فتره علاج من 4 لـ 6 اسابيع. اللي فات كنا بنتكلم عن 2 لـ 4 اسابيع، هنا بنتكلم عن 4 لـ 6 اسابيع. على فكره يا جماعه كلمات مهمه ومعلومات كلها مهمه، احنا يعني الحلقه متلخصه بشكل ان انت ما ينفعش تلخص فيها حاجه، يعني كل حاجه كده خطوات تمشي عليها ومعلومات مهمه تمشي عليها، فدي كلها حاجات مهمه ممكن تقابلك في الصيدليه او مريض يتابع مع دكتور وانت تتابع معاك كصيدلي. طب نيجي نتكلم على هنستخدم انهي مضاد حيوي؟ لا ده طبعا تعتمد على الاورجانيزم عشان ابقى كده في السيف سايد، ولكن هقول لك ان في موست فريكوينت ريجيمنز ليها جود بروستات تيشو بنتريشن، يعني بتدخل جوه البروستات بشكل كويس، يعني بتتغلغل كده. الفيرست لاين هنا ان انا اتكلم عن دواء السيبروفلوكساسين اللي هو 500 ملغ مرتين في اليوم، او ليفوفلوكساسين 500 750 ملغ وانس في اليوم. الاثنين دول يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بريفيرد دراجز. ليه؟ لانها بتتغلغل داخل الانسجه بتاعه البروستات بشكل جيد، زائد ان فعاليتها على الاورجانيزمس اللي في الغالب بتبقى بتصيب الموضوع ده كويسه قوي. ممكن نستخدم حاجه اخرى زي الكوترايموكسازول، ترايموسبريم والسلفاميثوكسازول مرتين في اليوم. سكند لاين ايجنتس ممكن بقى لو الشخص عنده مشاكل مع الادويه دي نديله دوكسيسايكلين 100 ملي جرام مرتين في اليوم، او الازيثروميسين 500 ملي جرام ترايس ويكلي. جرعه غريبه شويه. بصوا يا جماعه، الازيثروميسين كجرعه بتاخد 3 ايام ورا بعض كده، 3 ايام جرعه ورا بعض،
ما ينفعش ان انا ازود عن كده. طيب ليه؟ لان الهاف لايف بتاعته بتفضل ماشيه معايا لمده الاسبوع، فبالتالي هاخده 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام يعني هاخده السبت حد اثنين كل اسبوع لمده 4 ل 6 اسابيع، يبقى كل يوم سبت وحد واثنين اخد الدواء بتاعي 500 مللي جرام، تمام؟ قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين، لان وجود الطعام بيأثر على هذه الماده في امتصاصها. ده كلام هنتكلم عليه في الانتيبيوتكس. الازيثرومايسين، الزيستروماكس او الحاجات اللي هي دي بتتاخد قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين، بتتاخد بجرعه 3 ايام ورا بعض، وممكن لو انا هوصفها لاكتر من يعني الفتره العلاجيه من 4 ل 6 اسابيع، يبقى اخلي المريض يمشي 3 ايام ورا بعض كل اسبوع، يعني سبت حد اثنين او اي ايام في الاسبوع 3 ايام ورا بعض، ويبدا نفس ال3 ايام في الاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده لغايه لما يخلص كورس العلاج بتاعه. ممكن ياخد ادويه اخرى، ممكن يمشي على الكلاريسترومايسين. طيب نيجي نتكلم عن ان في كومباينيشن يتم استخدامه، يعني دواء اخر يتم استخدامه مع الايه، الانتي بايوتكس، اللي هو الالفا بلوكر زي التامسيلوزين. التامسيلوزين ده كلنا عارفينه وهنشرحه النهارده في حلقتنا بشكل كبير. التامسيلوزين ده يا جماعه ممكن يتم استخدامه هنا في مع الانتي بايوتكس. ليه؟ وجدوا مش عشان التامسيلوزين بيقلل بيعمل يعني بيعمل ريلاكس للتامسيلوزين اصلا بيشتغل ازاي يا جماعه؟ بيقفل الريسبتور اللي هو الالفا 1 ريسبتور، ولكن التايب اللي هو الفا 1 اي ريسبتور اللي موجود مينلي في البروستات، فبالتالي يعمل ريلاكس للبروستات، فبيعمل لها ريلاكسيشن كده، فبيحسن من الاعراض اللي هي ضغط البروستات على القناه مجرى البول او العضله بتاعه البلادر. فبالتالي هو مش بيشتغل هنا بالفكره دي، لا، ده وجدوا ان لما بيستخدموه مع الانتي في حالات الكرونيك بكتيريال بروستاتيتس الاثنين مع بعض، وجد ان هو بيقلل الريكرنس، يعني واحد على طول كل شويه يجي له بكتيريال بروستاتيتس، كل شويه يجي له فالدكتور يوصف له بقى انتي بايوتيك مع التامسيلوزين هيقلل عمليه الريكرنس دي. دي حاجه اتعملت في ابحاث وجدوا ان هي بتقلل الريكرنس ريت بتاع الناس اصلا اللي عندهم كل شويه انفكشن في البروستات. بعد كده النوع رقم 3 الكرونيك بروستاتيتس، شرطه او ممكن نقول نكتب الشرطه دي او نكتب نقول اند كرونيك بيلفيك بين سيندروم. هو كده كده كرونيك بروستاتايتس، يعني ايه؟ يعني فتره كبيره الشخص بيفضل يعاني من المشاكل دي فتره كبيره، فبالتالي كرونيك بروستاتايتس، ولكن ما هوش بكتيريال. يبقى الثاني، النوع الثاني لازم اقول كرونيك بكتيريال بروستاتايتس، والنوع الاول اكيوت بكتيريال بروستاتايتس. هنا اقول كرونيك بروستاتايتس عادي، او ممكن اقول عليه كرونيك بيلفيك بين سيندروم. السيدات عندهم بيلفيك بين، قلناه في الحلقه اللي فاتت فاكرين البيلفيك بين، هنا بقى بنتكلم بيلفيك بين ديزيز بتاع السيدات، الفيميل بلفيك بين ديزيز ده هناك كان عندهم ايضا انفكشن. هنا بنتكلم على الكرونيك بلفيك بين سندروم، ده سي بي بي اس، ده خاص كده في مشكله في البروستات ما هياش سببها بكتيري. ابتدوا يصنفوا النوع رقم 3 ده الى سب كاتيجوري، نوعين تحته. النوع رقم بيقولوا عليه 3A، والنوع اللي هو كاتيجوري 3A وكاتيجوري 3B. ال 3A انفلاماتوري، يبقى هو في انفلاميشن، ولكن الاثنين ما هماش بكتيريال. النوعين ما هماش بكتيريال، 3A انفلاماتوري و 3B نون انفلاماتوري. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في وجود كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء هتبقى موجوده في الاي بي اس اللي هو اكسبريست بروستاتيك سكريشنز، اللي بيطلع بعد الضغط على البروستات، ده الفلويد اللي بيتده ده هنلاقي فيه وايت بلاد سيلز، او ممكن يبقى موجود في اليورين، ولكن خلينا نتكلم على الاي بي اس، بيبقى ده اللي هو الفيصل ما بيننا، بيبقى موجود فيها وايت بلاد سيلز. لو في وايت بلاد سيلز يبقى ده النوع 3A اللي هو الانفلاماتوري. لو ما فيش وايت بلاد سيلز سواء في السيمن او اليورين او الاي بي اس، يبقى احنا بنتكلم على النوع اللي هو 3B. ده الفرق ما بينهم، انفلاماتوري او نون انفلاماتوري. النوعين هم تحت نوع واحد اللي هو الكرونيك بروستاتيس او الكرونيك بيلفيك بين سيندروم. طيب الهول مارك سيمتومز هنا عندي هي البين يا جماعه، البين في البروستات. طب هنا بقى ابتدى ان عشان طبعا ما يعني دلوقتي بقت دراسه الامراض بقت يعني في دكاتره قوي او هيئات علميه كبيره متخصصه في الموضوع ده، فبيبداوا يعملوا دايجنوستيك كرايتيريا او بيعملوا اندكس كده الدكاتره التانيين يمشوا عليها في البلاد التانيه، يمشوا على الموضوع ده عشان يسهلوا لهم عمليه التشخيص، لان هم بيبقوا تعبوا فيها قوي واتعملت على عدد كبير قوي قوي من البيشنتس وسنوات عديده بيبحثوا فيها، فوجدوا بيطلعوا لهم الخلاصه كده، هو حاجه زي اندكس او حاجه زي كرايتيريا او حاجه زي شيت الدكتور بيملاه علشان يقدر يوصل للتشخيص الصحيح او السيفيريتي بتاعه الديزيز ده. دي حاجات بتتعمل في امراض كتير، من ضمن الحاجات اللي اتعملت هو ال NIH اللي هو الناشونال انستيتيوتس اوف هيلث، عملوا كده حاجه اسمها NIH كرونيك بروستاتايتس سيمتومز اندكس. اندكس كده بيشخص لي، بيساعد في تشخيص او بيساعد في المعرفه بتاعه السيفيريتي بتاعه الكرونيك بيلفيك بين سيندروم. عباره عن يا جماعه 21 ايتمز كده، هيفضل الدكتور بيبقى شيت كده زي ما احنا شايفين في الصوره، ويبدا يساله الاسئله ويبدا الدكتور يمشي معاه بالاسئله. هم عباره عن
تسع اسئله، تسع اسئله ب 21 ايتمز، والدكتور هيبدا يملاه ويشوف السكور، المريض ده جاب سكور قد ايه، وفي النهايه هنعرف السكور دي هل هي السيفيريتي بتاعت الديزيز، وهنبدا نتعامل الدكتور يتعامل معاها ويشوف العلاجات. فبالتالي التشخيص بيتبني بشكل كبير على الاندكس ده. تعالوا بينا نشوف اول سؤال ليه علاقه بالبين والديسكومفورت. يبقى اول اسئله ليها علاقه بالبين والديسكومفورت. اول سؤال هنا بيقول في الاسبوع الماضي هل انت حسيت ببين او ديسكومفورت في المناطق الاتيه؟ فهيبدا يقول لي المناطق دي زي شيت، والدكتور بيبدا يعلم عليه. بيقول لي الاريا ما بين الريكتم والتستيكلز، اللي هي الاريا ما بين الخصيه والريكتم، اللي هي بنقول عليها ايه، برينيوم. فاكرين في اول حلقه قلنا دي المنطقه اللي هي البرينيوم، منطقه البروستات. فيقول لك اه ده في الم فعلا حسيت بيه الاسبوع اللي فات. فالدكتور هيبدا يعمل على يس هنا، يبقى جاب نقطه او سكور واحد. السكور هنا واحد، هيبدا يجمع السكور في النهايه، يبقى هنا نقطه واحد. مفيش يبقى صفر، مش هيعد عليها. طيب في الم في الخصيه؟ اه في كذا، مفيش كذا. طيب في راس القضيب في الم؟ في مفيش. طب في منطقه العانه في، او المنطقه اللي فوق، المنطقه اللي بيبقى فيها البلادر دي في فوق القضيب كده في منطقه العانه؟ اه في مفيش. ده بالنسبه للبين والديسكومفورت كاول سؤال. تاني سؤال بيقول لك في الاسبوع الماضي هل انت عانيت من الاتي، بين او بيرنينج اثناء، يعني حرقان في البول او الم اثناء التبول، في ولا مفيش؟ اه ده هنشوف الاجابه ايه. طيب هل انت في بين او ديسكومفورت بعد السكشوال انتركورس او بعد عمليه الاجاكوليشن، يعني انت بتحس بالم بعد القذف؟ هيقول لك في ولا مفيش. يبدا السؤال رقم 3، البين بتاعك او الديسكومفورت بتاعك في الاريا اللي انت شفتها يعني اللي انت وصفته في البين اللي احنا اتكلمنا فيه في الاسئله اللي فاتت في الاسبوع الماضي، عباره عن ايه؟ بيجي لك على طول او بيجي لك ايه؟ لا بيقول لك ما بيجيليش خالص، لو هو طبعا قاعد يقول لك ما فيش خالص، او نادر لما بيحصل، او اولويز بيحصل، او سام تايمز، او يوجوالي. كل حاجه دي اربع نقاط، دي ثلاث نقاط، دي خمس نقاط، كل واحده النقط بتاعتها موجوده. طب قال لك اوصف لي البين ده بقى عامل ازاي؟ لو انت كتبت صفر، طبعا لو انت جاوبت صفر على اللي فات بقى يبقى نو بين. هنا بقى البين يعني اخف حاجه، 2 خفيف شويه، 3 خفيف شويه، يبقى هو هيشوف انت، هيقول لك يعني من ادي نفسك 1 لـ10 من البين، البين بتاعك من 1 لـ10، ادي نفسك، يقول لك انا البين ده 5 لـ10 او 6 لـ10، فانت هتحط رقم 6 هنا، السكور رقم 6، هيبقى هو جاب 6 وال6 دي هتعد عليها من اللي فات. طيب هنا في البين هيبدا يتكلم على اليورينيشن، احنا قلنا 9 اسئله، السؤال رقم 5 ده ليه علاقه باليورينيشن. بيقول لك ايه الاحساس بتاعك ان انت ما بتحسش ان انت لسه ما فرغتش، يعني عملت التبول ولكن لسه ما فرغ، لسه في، حاسس ان في بول لسه ما نزلش، او ما فيش تفريغ كامل للبلادر. الاحساس ده بيجي لك قد ايه؟ اقول لك ما بيجيليش، اقول لك ده بيجي لي اقل من مره كل خمس مرات، يعني كل خمس مرات تبول بيجي لي اقل من ايه، من مره. بيجي لي مثلا اقل من نصف المرات بتاعت التبول، بتاع اكتر من النصف، حوالي النصف سوري، وبعدين اكتر من النصف، وبعدين على طول بيجي لي. ده كل واحده ليها سكور معين. طيب هيقول لي انت بتخش الحمام اقل من، يعني بتعمل حمام دلوقتي وقبل ساعتين بتروح تعمل حمام مره ثانيه، الكلام ده في الاسبوع اللي فات. انت لما تيجي تخش حمام تبدا تتبول كل مثلا اقل من ساعتين، بتروح تعمل مره ثانيه حمام، فيقول لك اه ده بيحصل مثلا، ما بيحصل، بيحصل اقل من مره كل خمس مرات، او نفس الفكره. الامباكت اوف سيمتومز، بيقول لك الاعراض بتاعتك دي بتخليك ما تعملش حاجات في البيت، ما بتعملش حاجات انت عايز تعملها، يعني في حاجات عايز تعملها بس الاعراض دي ما بتخليكش تعملها. تشوف هتجاوب هتقول ايه. السؤال رقم 8 ليه علاقه بالامباكت اوف سيمتومز، بيقول لك انت بتفكر في الاعراض دي كتير على طول، يعني التفكير بيشغلك في الاعراض دي، فانت هتجاوب عليه. اخر سؤال ليه علاقه بالكواليتي اوف لايف، بيقول لك بقى انت في، لو تخيلت ان الاعراض دي هتفضل معاك مستمره بشكل كبير، في الاعراض اللي انت شفتها في الاسبوع اللي فات هتفضل مستمره معاك، انت شايف حياتك عامله ازاي؟ تعيسه، حياه سعيده، عادي مش فارق معايا، هبقى حياه مش هتبقى كويسه خالص، كل حاجه من الحاجات دي هتبدا ان انت تاخد عليها نقاط. في الاخر هيتم تجميع النقاط لوحدها، البين يتجمع لوحده، اليورينال سيمبتومز هتتجمع لوحدها، الكواليتي اوف لايف او الامباكت هتتجمع لوحدها، دي كلها هتتجمع لوحدها. لو انت عندك الحاله مايلد هتبقى واخد من 0 ل 9، السكور بتاعتك من 0 ل 9 دي مايلد، من 10 ل 18 دي مودريت، من 19 ل 31 دي حاله من الحالات اللي هي سيفير. العلاج بقى، نيجي نتكلم على العلاج يا جماعه. العلاج مفيش حاجه فيرست لاين هنا، وده من الحاجات اللي صعب علاجها. انا بتكلم عن بروستاتايتس ملهاش، مفيش سبب ليها انفكشن، مفيش بكتيريال انفكشن. فلو في بكتيريال انفكشن، فلو انا قدرت اوصل للسبب، ما انا خلاص ده بكتيريا وهموتها وخلاص. لا انا هنا بتكلم عن حاله
مش قادر اوصل لسببها بشكل كبير، فما فيش علاجات بيتم النص عليها في الكرونيك بيلفيك بين سيندروم، ولكن بيتم وصف حاجات معينه وفي الغالب ممكن تجيب نتيجه لو تم استخدامها لفتره كبيره. وايه هي الحاجات اللي بتتوصف؟ اول حاجه احنا قلنا ما فيش حاجات فيرست برايم، ما فيش حاجة، بس اول حاجه بيوصفوها هو الانتيبيوتكس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ده اللي اتعمل وده اللي وجدوه. يعني ايه؟ يعني وجدوا ان في بكتيريا ما بتتزرعش اصلا، يعني لما بيجي ياخدوا السوائل بتاعه اللي احنا بنتكلم عليها والاي بي اس والسوائل دي يجي يحللوها، في اصلا بكتيريا ممكن ما يحصلهاش كلتشر وممكن تبقى هي السبب في الانفلاميشن ده واحنا مش عارفين. فاول حاجه بيفكروا فيها او بيوصفوها هي الانتي بايوتكس، وبيوصفوها من 4 لـ6 اسابيع، نفس الانتي بايوتكس اللي اتكلمنا عليها في الكورونيك بكتيريال بروستاتايتس. فهنا هيتوصف اول حاجه هتتوصف هي الانتي بايوتكس، وما تقوليش سببها ايه وده اللي بيعملوه، لان وجدوا ان في بكتيريا اصلا ما بتتزرعش وما بتتوصفش. هم عايزين يستخدموا اي حاجه كده، فوجدوا ان هم لما بيستخدموا الانتي بايوتكس لفتره دي وجدوا ان هي فعلا بتعمل نتيجه وفعلا المريض بيتحسن بشكل كبير. فايه هي الحاجات اللي ممكن يستخدم؟ السيبروفلوكسسين، مش عايزين بقى نقعد نعيد بقى الجرعات، والجرعات دي المفروض حفظناها يعني. طيب ممكن دي اول حاجه. حاجه ثانيه ممكن يتم وصف مع الانتي بايوتكس، بيحط معاها الفا بلوكرز عشان يظبطوا السيمتومز بتاعه الاعراض. ايه هي الالفا بلوكرز اللي بيستخدم؟ حاجات كتير، ولكن هم اكثر حاجه مختصين بيها دلوقتي الحاجات اللي هي المور سبيسيفيك اللي هي سيلكتيف الفا 1 ايه، تامسيولوزين، او ممكن يتم استخدام الالفيزوسين دي بالجرعات بتاعتها. طيب دي الجرعات بتاعتها لمده 12 اسبوع، سواء ده او ده لمده 12 اسبوع في المرض ده، زي ما هم عملوا في الجايد لاينز او الجايد لاينز بيتكلموا عليها. دي الحاجات اللي بتتكتب، دي كلام احنا مش جايبينه كده، لا احنا جايبينه من الجايد لاينز بتاعه البروستاتايتس. دي رقم 2. تالت حاجه لو في انفلاميشن قوي ممكن يوصفوا نون سترويدال او يوصفوا كورتيكوسترويدز، ولو في بين قوي تخيل ان هم ممكن يوصفوا الاوبيويدز كمان، الاوبيويدز ممكن تتوصف كمان. طيب ممكن يوصفوا 5 الفا ريدكتيز انهبيتورز، دي ادويه زي الفينسترايدز، دي دواء بيمنع الانزيم اللي هو 5 الفا ريدكتيز، هنعرفه في البنان بروستاتيك هايبربليزيا. الانزيم ده يا جماعه بيحول التستوستيرون الى داي هيدروتستوستيرون، والداي هيدروتستوستيرون ده لما يزيد قوي بيكبر، هو انابوليك اصلا فبيكبر حجم البروستات، فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تتوصف لو هو عنده كمان مشكله في البروستات سايز، فممكن يتوصف بفينسترايد. طب نيجي نتكلم عن حاجات اخرى بيتم وصفها، حاجه اسمها الفايتوثيرابي، العلاج اللي هو الفايتوثيرابي او الالترناتيف ثيرابي اللي هو الطب البديل او العلاج الفايتو اللي هو النباتي، يعني العشب، العلاج بالاعشاب يعني. من ضمن الحاجات اللي ليها اعشاب بتشتغل كويس قوي اللي هي البروستاتايتس، يعني الاعشاب طبعا ممكن في اعشاب كتيره بتتوصف في امراض كتيره، ولكن في حاجات كتيره يعني ما بتعملش نتيجه قوي يعني. ولكن من الحاجات اللي بتعمل نتيجه قوي الاعشاب بتاعه البروستاتايتس، يعني الاعشاب اللي بتستخدم في البروستاتايتس من ضمن الحاجات الفعاله قوي سواء في البروستاتايتس هنا او في البيناين بروستاتيك هايبربليزيا اللي هو الجزء الثاني في حلقه النهارده، هو الساو بالميتو. الساو بالميتو ده من النباتات اللي بيتم استخدامها، ووجدوا ان هي بتحسن من الاعراض بتاعه البروستاتايتس، وكمان بتشتغل في ناس بيوصفوها للناس عندهم بيناين بروستاتيك هايبربليزيا. هنتكلم بقى عن الفايتوثيرابي. الفايتوثيرابي عندنا اول حاجه ماده اللي هي الكيورسيتين. الكيورسيتين ده دي حاجه بايوفلافونويد موجوده في العنب الاحمر، موجوده في الشاي الاخضر، موجوده في البصل، دي كانتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري، وبتعمل انهبيت للانفلاماتوري سايتوكاينز. بتستخدم يا جماعه 500 ملي جرام مرتين في اليوم لمده 30 يوم او لمده شهر واحد فقط. اوعى تتاخد اكتر من شهرين بدون ما تاخد فتره راحه، اوعى الماده دي تتاخد. والماده دي موجوده، ممكن حد يشتريها من بره، موجوده في سبلمنتس كتيره كده، موجوده لوحدها كده بالجرعه دي، تتاخد لمده شهر واحد فقط. ممكن يتاخد بريك شهر او شهرين ويستخدم مره ثانيه، واجد ان هي ممكن تحسن من حاله الكرونيك بيلبيك سيندروم او الديزيز اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الكرونيك بروستاتايتس. طب الساو بالميتو ده من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عليها، هنتكلم عليها لسه كمان في البنان بروستاتيك هايبربليزيا، وموجود منها منتجات كتير قوي ممكن يتم استخدامها. ودي يا جماعه جايه من نبات او فروت كده، فروت اسمه الساو بالميتو. طب في حاجه كمان ايضا نباتيه او ماده بتستخرج من الفلاور بولين اسمها سيرنيلوتون. السيرنيلوتون ده من ضمن الحاجات اللي ممكن يتم استخدامها، ليها انتي انفلاماتوري افكت وليها كمان انتي اندروجينيك افكت، يعني بتقلل شغل الاندروجينز اللي هو الداي هيدروتستوستيرون على البروستات، فبالتالي بتقلل من السايز، بيقلل من شغل ان هو يزود السايز ويزود المشاكل بتاعته. ده بالنسبه للفايتوثيرابي والثلاث حاجات اللي اتوصفوا ان هم ممكن يتم استخدامهم. في فايتوثيرابي كتير قوي، ولكن دول الثلاث حاجات. في حاجات تانية هنتكلم عليها في البنان بروستاتيك هايبربليز. حاجه اخرى وهي البنتوزان بوليسلفيد. البنتوزان بوليسلفيد ده بيظبط يا جماعه الخلايا نفسها
بتاعه البلادر وبتاعه البروستات، ده بيتاخد بجرعه 900 ملي جرام في اليوم لمده 16 اسبوع. ممكن يتم استخدام ماسل ريلاكسنت زي الدايزيبام والباكلوفين لو في مشاكل في السفنكتر وفي مشاكل بشكل كبير، سبازم بشكل كبير، والسبازم ده عامل يعني خلاص يعني ضيق في القناه مجرى البول وضيق في السفنكتر بتاع البلادر ومش قادر الشخص يحصل له يورينيشن، ممكن ياخد الدايزيبام والباكلوفين، ده لو السيفيرتي بتاعه الاعراض وصلت للمرحله دي. ممكن البين يا جماعه ياخد نانسترودل مش نافع، ياخد ابريتسم، ممكن يتم استخدام حاجه بتشتغل على نيوروباثيك بين زي البريجابالين والجابابنتين والامتريبترين، ده ترايسايكليك انتي ديبريسنت والفيولوكسيتين. انت متخيلين ممكن يوصف ياخد حاجه ايه؟ وجد ان استخدام الحاجات دي مع المرضى لما بيجي يعمل لهم السي بي اس اي اندكس ده اللي احنا لسه متكلمين فيه، يجي يعملوا له اندكس مره ثانيه يوجد ان السكور بتاعته بتقل، السكور بتاعته النتيجه بتاعته بتقل بشكل يعني الاعراض بتتحسن. لما ابتدوا يستخدموا فيه بقى بحسب بتتكلم ان هم ممكن يستخدموا البوتيرينيوم توكسين ايه، وده اصلا بيشتغل ان هو بيمنع السالكلين فبيمنع ليه مصر ريلاكسنت افكت، فبالتالي وجدوا لما يتم استخدامه وجدوا ان هو بيقلل ايضا التوتال سكور. ممكن يتم عمل فيزيكال تريتمنتس زي الالكترو ماجنتيك ثيرابي والمايكرويف ثيرابي. بصوا يا جماعه الموضوع ده معمول عليه ابحاث كتير قوي لان هو موضوع مفتوح ومفيش سبب محدد ليه، بيجربوا اي حاجه واي حاجه بتعمل تحسن بيكتبوها، اي حاجه بتعمل تحسن بيكتبوها. ممكن زي ما احنا شايفين في الفيزيكال تريتمنت يعمل الكتروماجنتيك سيرم، ممكن في الوخز بالابر اللي هو العلاج الابر الصينيه، حاجات كتير قوي بيتم استخدامها. في بقى سايكولوجيكال تريتمنت ممكن يبقى السبب نفسي، يقول لك ان ممكن السبب نفسي، فلما يعملوا كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي يجدوا ان الاعراض بتتحسن. في النهايه لو الاعراض بقت سيفير قوي لا نافع معاها اي حاجه من الحاجات اللي قلناها دي كلها مش نافع معاها، هيضطر ان هم يعملوا له عمليات جراحيه وممكن يستأصلوا البروستاتا وممكن يعملوا له يعني يظبطوا له يعملوا له عمليه في البلادر نيك وممكن يعملوا له عمليات جراحيه يتدخلوا جراحيا علشان يقللوا من السيفيرتي بتاعه الاعراض لان الشخص ده الاعراض بتاعته وصلت لمرحله مش قادر يستحمل. ده بالنسبه يا جماعه للنوع رقم 3، وزي ما قلت لكم هو نوع يعني مشكلته في علاجه لانه ملوش سبب محدد. النوع رقم 4 ده نوع ما الشخص اصلا عنده بروستاتايتس وما عندوش اعراض، فبيبدا يكتشف بعدين من ضمن تحليل معينه بتعمل ان هو عنده اعراض عنده بروستاتايتس، فبالتالي هو مش هياخد علاج لانه اصلا مش حاسس بالاعراض، فما فيش علاج للموضوع ده. يعني النوع رقم بعد ما فيهوش كلام اصلا، يعني ما فيهوش اصلا كلام ان احنا نتكلم فيه. حتى لما تيجي تعمل سيرش عنده عليه هم اخرهم سطرين ثلاثه ما فيهوش كلام في النوع رقم 4 اللي هو يعني هو بيتصنف بعد اصلا ما بيكتشف في النهايه خالص. يعني واحد بيفضل طول عمره كده وفي النهاية بدون اي اعراض خالص ويجي يقول له ده انت عندك اسيمبتوماتيك انفلاماتوري بروستاتيت، مش هيدي له علاج ما هو اصلا ما فيش اي اعراض ظاهره عليه. ده بالنسبه للنوع رقم 4، وكده يبقى انتهينا من الجزء الاول في حلقتنا النهارده. نيجي نتكلم بقى وندخل في الجزء الثاني في حلقتنا النهارده، ولكن لما ناخد بريك مع بعض اعمل بوز للفيديو واعمل بريك اشرب اي حاجه وكمل معايا الحلقه وكمل الجزء الثاني في حلقتنا النهارده اللي هتكلم فيه عن البيناين بروستاتيك هايبرپليزيا. الجزء الثاني في حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن البينان بروستاتيك هايبربليجيا او هايبربليزيا البي بي اتش، اللي هنتكلم في الاول اوفر فيو البينان بروستاتيك هايبربليزيا وممكن نقول عليه يا جماعه بينان بروستاتيك هايبرتروفي. ايه الفرق ما بين هايبربليجيا وهايبرتروفي؟ هايبربليجيا زياده في عدد الخلايا، هايبربليجيا زياده في عدد الخلايا، هايبرتروفي زياده في حجم الخلايا، هايبرتروفي زياده في حجم الخلايا. ممكن يتقال على المرض كده هايبربليجيا او هايبر تروفي، ممكن يتقال، بس الافضل ان احنا نقول عليه هايبربليجيا لان في الغالب التضخم ده ناتج عن زياده عدد الخلايا، لان في الغالب ان التضخم ناتج عن زياده في عدد الخلايا. البناين بروستاتيك هايبربليجيا يا جماعه بيجي عند الرجال الكبار في السن، بيجي عند الكبار عند الرجال الكبار في السن، وهنعرف دلوقتي في الباص في السيروجي ليه عند الرجال الكبار في السن. لما بتتضخم البروستاتا وبيبدا التضخم ده هو ورم حميد او تضخم حميد، ما هوش كانسر، ما هوش سرطان البروستاتا، ده حاجه ثانيه خالص، سرطان البروستاتا ده حاجه ثانيه خالص. بتبدا تعمل ايه؟ تعمل المشاكل اللي قلت لكم عليها في اول حلقه خالص، تعمل اليوريثرال هنا بتقفله وتعمل بلوك هنا شويه، يحصل صعوبه في اليورين فلو، وممكن يحصل في النهايه خالص لو تضخمت بشكل كبير الاوبستراكشن، وتعمل مشاكل كتيره قوي. دي كلها هنقولها في حلقتنا النهارده، ويمكن عرفنا بعض منها اثناء شرحنا في البروستاتايتس، كمان عرفنا الكتير كتير من الاعراض دي. طيب
ده بالنسبه للمشكله اصلا بتاعه التضخم ده ايه اللي هيحصل بالظبط. يبقى هي في النهايه هتديني مجموعه من الاعراض، يبقى انا لما اجي اتكلم هتكلم عن الاعراض بتاعه البنان بروستاتيك هايبر بليجيا وازاي اقدر اتعامل مع هذه الاعراض في العلاجات، والعلاجات دي كلها مبنيه ان انا اتحكم في الاعراض وان انا اقدر اقلل من السايز بتاعها. يبقى في علاجات كتيره ان انا لو في ادويه بتزود لي الاعراض دي همنعها او اوقفها واشوف بدائل ليها، او ان انا اظبط الاعراض دي بعلاجات هتكلم عليها، او ان في النهايه خالص لو فشلت العلاجات هيتم اجراء عمليه جراحيه لاستئصال او عمليه جراحيه في البروستاتا علشان نقدر نتخلص من الاعراض دي كلها. ففي النهايه في اعراض، مجموعه من الاعراض بنقول عليها lower urinary tract symptoms اللي هي LUTS. LUTS ده اختصار معروف جدا، لوتس لوير يورينري تراكت سيمبتومز. هنعرف ايه هي بالظبط، ايه هي الاعراض دي، ايه هي مجموعه اللوتس دي، ايه هي مجموعه الاعراض دي بالظبط. بس خليك عارف المصطلح ده قوي، البنان بروستاتيك هايبربليزيا هي بتعمل حاجه اسمها اللوتس، بتعمل الاعراض دي، وكمان البروستاتايتس من ضمن الحاجات بتعمل الاعراض دي. فهنعرف الاعراض دي وهنعرف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل الاعراض دي كمان. الاعراض دي يا جماعه اتكلمنا عليها في سباق حديثنا في سياق حديثنا اللي فات في موضوعنا في البروستاتايتس. هنبدا نتكلم على الموضوع بالتفصيل بقى ونقسم اعراض اللوير يورينري تراكت سيمبتومز. طب نيجي نتكلم على البريفالنس. حوالي تلت الرجال يا جماعه فوق ال 50 سنه عندهم بناين بروستاتيك هايبربليجيا، 90% من الرجال فوق السن 85 عندهم، 90% انت متخيل الرقم 90% من الرجال فوق ال 85 سنه عندهم بناين بروستاتيك هايبربليجيا. حوالي 14 مليون رجل في امريكا عنده اعراض البناين بروستاتيك هايبربليجيا. البروستات فانكشن قلناها في سياق حديثنا في اللي فات، قلنا ان البروستات جلاند دي بتفرز فلويد، الفلويد ده بيبقى الكلاي، بيمثل حوالي 70% من السيمينال فوليوم، مسؤول عن اللوبريكيشن والتغذيه بتاعه الحيوانات المنويه. والالكلاين فلويد ده لما بينزل في الفاجينا بيبدا يعمل ايه، بيعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي بتاعه الفاجينا انفايرمنت، فبيحافظ على السبيرم ما بيخليهاش تموت. ده بالنسبه لي اهم وظيفه للبروستات. تيجي نتكلم على الباث فيسيولوجي، ايه اللي بيحصل بالظبط. مع تقدم الرجل في السن، في عندي تو انزيمز الاكتيفيتي بتاعتهم بتزيد شويه، وهما الاروماتيز انزيم والفايف الفا ريدكتيز انزيم. الاروماتيز ده بيعمل ايه؟ الاروماتيز ده بيحول التستوستيرون الى استراديول او اللي هو الاستروجين. اما الفايف الفا ريدكتيز انزيم في منه نوعين، تايب 1 وتايب 2. التايب 2 ده موجود في البروستات. الفايف الفا ريدكتيز انزيم بيحول التستوستيرون الى الداي هيدرو تستوستيرون، والداي هيدرو تستوستيرون هو الدي اتش تي، ده المور اكتيف او المور باورفول اندروجين اللي هو بيشتغل بشكل كبير وهو المسؤول عن شغله ان هو يزود حجم البروستات. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اتفقنا ان التو انزيمز دول الاكتيفيتي بتاعتهم بتزيد مع التقدم في السن، معنى كده ان هيديني استروجين زياده، معنى كده ان هيديني دي اتش تي زياده اللي هو الداي هيدرو تستوستيرون. الاثنين دول يا جماعه بيبقى سينرجيستك ان هم لما يزيدوا مع بعض ان هم يشتغلوا ويزودوا لي حجم البروستات، فيبداوا يعملوا انديوس للبناين بروستاتيك هايبربليجيا. الرجال اللي هم حصل لهم كاستريتد او حصل لهم اتخصوا يعني في قبل البلوغ ما بيجيلهمش البناين بروستاتيك هايبربليجيا. الرجال اللي عندهم ديفيشنسي جينيتك ديفيشنسي في التايب 2 5 الفا ريدكتيز انزيم اللي هو النوع الثاني من النوع ده ما بيجيلهمش بناين بروستاتيك هايبربليجيا. البروستاتيك كانسر الفرق ما بين ايه هي الخلايا بالظبط اللي بيحصل لها تغير في سرطان البروستاتا والخلايا اللي بيحصل لها تغير في البنان بروستاتيك هايبربليجيا. البنان بروستاتيك عندنا البروستات يا جماعه دي غده البروستات زي ما احنا شايفين. الخلايا دي بنقول عليها البي زد، دي بنقول عليها البريفرال زون اللي هي الخارجيه، البريفرال زون دي الكانسر لما بيبقى فيه سرطان في البروستاتا بيبدا يعمل خلل في الخلايا دي. اما البنان بروستاتيك هايبربليجيا بيشتغل على الخلايا الداخليه اللي هي الترانزيشن زون تي زد دي، خلايا الدائرة الداخلية دي. يبقى دي الفرق ما بينهم، ده موقع الخلايا اللي بيزيد عددها، وده موقع الخلايا اللي بيزيد عددها في السرطان، ودي موقع الخلايا بيزيد عددها في البنان بروستاتيك هايبربليجيا. تعالوا بينا نتكلم، ده بالنسبة للباث فيسيولوجي. تعالوا بينا نتكلم على الساينز وسيمبتومز. اتفقنا ان زياده حجم البروستات بيبدا يضغط على اليوريثرال ويبدا يضغط على البلادر نيك ويبدا يعمل لي مشاكل. المشاكل دي بنقول عليها لوير يورينري تراكت سيمبتومز اللي هو اللوتس. اللوتس دول حاجتين يا جماعه، storage symptoms avoiding symptoms، تخزين وتفريغ، اعراض تخزين واعراض تفريغ. تعرف الاعراض دي وتحفظها زي ما انا بقول لك اهو، lower urinary tract symptoms. اللوتس دي بيبقى ليها حاجتين،
ايه وبي. الايه الاستورج سيمتومز اللي هي اعراض التخزين، والاعراض اللي هي الفويدنج سيمتومز اعراض التفريغ. بنقول عليها ممكن مصطلح اخر الريتيتيف سيمتومز اللي هي بقى الهيجان بتاعه الاعراض اللي بيحصل فيها هيجان، واعراض الاوبستراكشن او الاوبستراكتيف سيمتومز اللي هي الاعراض الحصر اللي هو بيبقى في حاجه محصوره مش قادره تخرج. ممكن نقول عليها كده وممكن نقول عليها كده. المسمى الاستورج عشان التخزين ده التخزين، ومصطلح الفويدنج اللي هو التفريغ، ده على حسب الوظيفه اللي حسب اللي الشخص بيحس بيه، بيحس بهيجان وبيحس بخنقه او انحباس في البول. دي على حسب لو هنقسمها على حسب الاحساس او على حسب الوظيفه اللي هي ايه، وظيفه التخزين او وظيفه بتاعت البروستات دي. البلادر دي لها وظيفتين، تخزين وتفريغ. طيب نيجي نتكلم على الوظيفه الاولى اللي هي الستورج سيمتومز اعراض ايه التخزين. يورينري فريكوانسي، ومش هنوضح يورينري فريكوانسي المفروض تبقى عارف، يورينري ايرجنسي المفروض تبقى عارف، ديسيوريا المفروض تبقى عارف، نوكتيوريا المفروض تبقى عارف. الحاجات دي بنقول عليها ستورج سيمتومز، دي الاعراض اللي هي اللور يورينري سيمتومز او اللوتس. نيجي نتكلم على الفويدنج سيمتومز اعراض التفريغ، بور ستريم، ومش هنوضح يعني ايه بور ستريم، هيستانسي، وعرفنا يعني هيستانسي الشخص لما بيبقى واقف عشان يعمل الحمام بيطول قوي في الوقت عشان يحصل انطلاق للفلو بتاع اليورين، تمام، عشان يحصل تدفق لليورين بيبقى فيه وقت شويه. في حاجه اسمها دريبلينج، دريبلينج دي اللي هو الفلو مفيش فلو قوي، بيبقى فيه تقطيع كده وتنقيط في الفلو. ده بالنسبه لاعراض الاستورج واعراض الفويدنج. خلي بالك يا جماعه من الناس اللي بيبقى عندهم اعراض اللوير يورين تراكت سيمتومز ممكن يبقى ريسك فاكتور ان هم يجي لهم اريكتايل ديسفانكشن ويجي لهم ايجاكيولاتوري ديسفانكشن او ايجاكيولاتوري بروبلمز. دي نقطة مهمة قوي. واللوير يورينري تراكت سيمتومز اللوتس دي بتبقى موجودة في الناس اللي عندهم بلان بروستاتيك هايبربليجيا، وبتبقى موجودة أيضا مع الناس اللي عندهم بروستاتيتس، قلنا أعراض منها في البروستاتيتس، وموجودة في حالات أخرى هنقولها دلوقتي. زي البلادر كانسر، زي البروستات كانسر، زي الناس عندهم كونجستيف هارت فيل عشان عمليه الدايوريسيس اللي عندهم، الناس عندهم دايبيتس عشان كميه البول تخرج عندهم كتير، الناس عندهم باركنسونزم ديزيز عشان عندهم مشاكل في الاوتونوميك نيرفز. ده ممكن يجي لهم اعراض اللي هي اللور يورينري تراكت سيمتومز. تيجي نتكلم على الدايجنوزس، لازم الاول اشوف الهيستوري بتاعه المريض. اقول له انت الهيستوري دي ليها اكثر من حاجه، اولا هيشرح لي الاعراض بتاعته اللي هي اللوتس، لما اعرف ان هي اعراض ابدا اساله هل انت بتاخد ادويه، هل انت عندك امراض ثانيه، فايه هي الادويه اللي ممكن تعمل لي اللور يورينري تراكت سيمتومز اللي انا قلت عليها دي، ايه هي الادويه اللي ممكن تعمل الاعراض دي. ادويه زي الالفا ادرينرجيك اجونست، ادويه بتعمل ايه، بتزود البلادر ريزيستنس الاوتلت ريزيستنس عشان هي بتزود السفنكتر. السفنكتر ده يا جماعه بقى فيه الفا 1 ريسبتور، لما بيشتغل عليه حاجات اجونست بيبقى بيعمل ايه سبازم قوي للسفنكتر ده، زي الحاجات اللي هي دي كونجستنس اللي هي الحاجات اللي هي اللي بيستخدموها في ادويه البرد عشان كدي كونجستنس، الاوكسيميتازولين والزالوميتازولين الحاجات دي كلها، والسودوبيدرين من ضمن الحاجات اللي بيتم استخدامها في ادويه البرد برضه. في ادويه البرد الحاجات دي يا جماعه الفا ادرينرجيك اجونست ممكن تعمل اللور يورينري تراكت سيمتومز اللي انا قلت عليها. الحاجات الانتي كولينرجيكس، الانتي سبازموتكس اللي الحاجات بتقفل الماسكولينيت ريسبتور، سواء الانتي سبازموتكس الجي اي تي او الانتي سبازموتك اللي شغال على اليورينري تراكت. الانتي هيستامينز عرفنا ان هي ليها الفيرست جنريشن بتاعت الانتي هيستامينز في الغالب بتشتغل كانتي ماسكولينيك، والتراي سايكليك انتي ديبريسنت ايضا بتشتغل كانتي ماسكولينيك بتقفل الماسكولينيت ريسبتورز، والفينوسايزين بتقفل الماسكولينيت ريسبتورز. وعارفين ايضا عارفين في النهايه الحاجات اللي ليها اتروبين لايك افكتس او الحاجات الانتي كولينرجيك، عارفين ان هي بتعمل يورينري ريتينشن اصلا، فهو الشخص ده عنده مشاكل في تعمل يورينري ريتينشن. كمان هي بتخلي البلادر المسلز بتاعتها بتعمل لها ريلاكسيشن، المفروض البلادر دي يبقى المسلز بتاعتها يحصل لها انقباض عشان تدفع اليورين، لا لما يحصل لها ريلاكسيشن ما تدفعش اليورين. الحاجات الدايوريتكس، الادويه الدايوريتكس بتزود الفريكوانسي والفوليوم بتاع اليورين، التستوستيرون، التستوستيرون من ضمن الحاجات الانابوليك فممكن يزود البروستات جروس او البروستات سايز. الميديكال كونديشنز بقى، الناس عندهم بلادر كانسر، بروستات كانسر، كونجست هارت فيلر، دايابيتس، باركنسونز، الحاجات دي كلها بتتدخل ان هي ليها علاقه باللور يورينري تراكت سيمتومز. فانا لما اجي اتكلم مع المريض والاقي عنده ان هو بياخد الادويه دي او عنده مشاكل صحيه زي دي، فانا انا المفروض اظبط له الاول الحياه بتاعته، او ان انا اعمل له لايف ستايل تشينجز عشان ابدا اظبط له فاقلل له من الاعراض دي. ده بالنسبه للهيستوري وكلامي مع المريض. هبدا بقى اتكلم بقى ان هم عملوا لي اندكس، زي فكره الاندكس اللي انا قلت لكم عليه، عملوا لي اندكس اللي هو الامريكان نيورولوجيكال اسوسيشن، سموه امريكان نيورولوجيكال اسوسيشن سيمتوم اندكس، عملوه عشان يبقى مفيد للدكاتره ان هم يقدروا يشوفوا السيفيريتي بتاعه البنال بروستاتيك هايبر
كوادربليجي، هل هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ عباره عن 7 اسئله، وكل سؤال بياخد فيه سكور معينه وتجميع السكور. لو حصل على 7 سكور او اقل فده مايلد، لو 8 ل 19 يبقى ده مودريت، لو 20 ل 35 يبقى ده سيفير. الاندكس ده معروف على مستوى العالم عند دكاتره اليورولوجي كلهم، ومعروف بره امريكا بالانترناشونال بروستات سيمبتوم سكور اي بي اس اس. المصطلح ده مهم في امريكا، معروف باسم امريكان يورولوجيكال اسوسيشن. الاسوسيشن اللي عملت الاندكس ده هم دول اسمهم كده، امريكان يورولوجيكال اسوسيشن، ودول اللي عملوا الجايد لاينز واللي بنتكلم فيه في حلقه النهارده. امريكان يورولوجيكال اسوسيشن سيمبتوم اندكس ده الاي يو اي اس اي، او معروف بره امريكا على مستوى العالم اللي هو الانترناشونال بروستات سيمبتوم سكور اللي هو الاي بي اس اس. ممكن الاسئله يبقى في السكور اللي هو الانترناشونال ده هي الاسئله، هي نفس المعنى، بس ممكن الصيغه في الانجليش بتاعهم مختلف، بس هي نفس المعنى، نفس السؤال يعني، نفس السؤال ونفس الجدول اللي احنا شايفينه ده. عباره عن 7 اسئله، الدكتور هيبدا يتكلم مع المريض ويشوف السكور بتاعته عامله ازاي عشان يحدد السيفيرتي بتاعت البنان بروستاتيك هايبربليجي. اول سؤال بيقول له كل الاسئله في اوفر ذا باست مانس، في الشهر اللي فات، كل الاسئله في الشهر اللي فات، هيكلمه الشهر اللي فات حصل لك ايه. فهنبدا نشوف الاسئله دي بسرعه جدا مع بعض. بيقول له في الشهر اللي فات انت حسيت ان انت مش حصل لك تفريغ كامل للبلادر، او ما فيش كومبليتلي يورينيشن، حصل لك الكلام ده في الشهر اللي فات كام مره؟ يعني انت لما تدخل حمام ما بيحصلكش كومبليتلي يورينيشن، حاسس ان لسه في حاجه جوه، كام مره؟ لو ما فيش تعمل صفر، ياخد صفر في السكور اللي هو في السؤال رقم 1. لو اقل من مره كل 5 مرات هتاخد 1، المرات كلها او حوالي نصف المرات او اكتر من نصف المرات او في معظم الاوقات، ده في على حسب السكور. طيب دي اول سؤال. تاني سؤال بيقول لي في الشهر اللي فات هل انت حسيت ان انت عايز تخش الحمام قبل 2 ساعة من المره من الحمام بتاع المره اللي فاتت؟ يعني عملت حمام دلوقتي، قبل 2 ساعة دخلت الحمام تاني، هتقول له ايه؟ طيب في الشهر اللي فات، السؤال رقم ده، في الشهر اللي فات هل انت وقفت كده عشان يعني وقفت فضلت فتره كبيره عشان يعني اكتر من مره عشان تعمل الحمام؟ يعني الشخص لما يحصل له تبول كده يحصل فيه تقطير شويه فيبدا يقف ويعود مره تانية، يحصل يضغط على نفسه شويه عشان ينزل شويه ويقف اكتر من مره، يعني اكتر من مره بيحاول عشان ينزل كميه البول. هي دي الفكره بتاعت السؤال رقم 3. وهيبدا يشوف يقول السؤال رقم 4 بيقول في الشهر اللي فات هل انت وجدت صعوبه ان انت تاجل عمليه التبول؟ يعني انت مثلا عايز تخش حمام دلوقتي فانت مش فاضي فعايز تعمل حاجه، فقلت ما ده انا هاجلها شويه كده لما اخلص الحاجه دي. هل انت وجدت صعوبه في التاجيل على طول مش عارف تاجل يعني لازم تخش حمام دلوقتي؟ هتشوف ايه ده السؤال رقم 4. السؤال رقم 5 في الشهر اللي فات هل انت حصل لك الاستريم، قوه الدفع بتاعت يورين هل هي ضعيفه؟ هل هي ما بتدفعش بشكل كبير؟ هتقول له اه ده يعني ما فيش، ده على طول ما فيش ضعف بشكل كبير. هيوصف له ويقول له ويدي له السكور في السؤال رقم 5. السؤال رقم 6 هل انت بتحاول تضغط على نفسك قوي وتدفع عشان تبدا عمليه التبول؟ تبدا تضغط كده وزي اللي هو نظام الحزق ده، وعشان تبدا عمليه التبول يحصل خروج للتبول. هنا بنشوف في السؤال رقم 6 وبيدي له سكور. السؤال رقم 7 بقى بيقول لي في الشهر اللي فات انت دخلت على طول ما انت يعني اثناء فتره النوم بتاعتك على طول بتفضل تخش الحمام لغايه لما تصحى الصبح، انت على طول بتفضل تقوم من النوم عشان تخش الحمام، كم مره الكلام ده؟ ده بالنسبه في السؤال زي ما اتفقنا المايلد 7 وقال المودريت 8 ل 19 20 ل 35 دي في السكور في النهايه في تجميع السكور هيبقى ده السيفير بنان بروستاتيك هايبرتيجي. ده بالنسبه لي ان انا احدد السيفيرتي. هيبدا الدكتور يعمل له فيزيكال اكزامينشن، ودي اول حاجه بيعملها الدكتور. يبقى الدكتور هيخش عليه المريض اول حاجه هيعملها معاه يتكلم معاه في الهيستوري، ويبدا يجيب لما يبدا يشرح له اللور يورينري تراكت سيمبتومز بتاعته، هيبدا الدكتور بقى يبدا يركز كده ويشوف اللي يجمع له السكور بتاعته ويبدا يحدد. بعد كده يبدا الدكتور يتعامل بقى، يبدا يمسك الاعضاء بتاعته السكس اورجان بتاع المريض ويبدا يفحص الاعضاء نفسها. بعد ما يفحص الاعضاء هيعمل له حاجه اسمها ديجيتال ريكتال اكزامينيشن دي ار اي، ومصطلح دي ار اي ده مهم هتلاقيه في كتب كتير. دي ار اي ديجيتال ريكتال اكزامينيشن اللي هو الدكتور بصباعه هيبدا يدخله في فتحه الشرج ويبدا ان هو يفحص عن طريق يحسس بصباعه على البروستات سايز بتاعها ويحسس. الدكتور بيبقى عنده خبره كبيره قوي في الموضوع ده، وبيبقى يقدر يحدد حجم البروستات الطبيعيه من الزياده. يعني هو هيقدر يقول لك في زياده في تضخم ولا حتى من غير اشعه هيقدر يقول لك، وممكن كمان يقدر يقول لك التضخم ده سرطاني ولا اللي هو البيناين ولا سرطاني من شكل التضخم نفسه والفصوص بتاعه التضخم. هيبدا الدكتور يقول لك عليها لان هو عنده خبره في دي. فدي ده اهم اكزامينشن الدكتور بيعمله،
ده اللي بيحدد له كل حاجه، هل هو بيناين ولا كانسر ولا كل حاجه، من غير تحليل ولا غير اي حاجه. فده حاجه الدكاتره كلهم بيعملوها وبيعتمدوا عليها في حاجات كتير قوي، اللي هو الديجيتال ريكتال اكزامينشن. ده في الفيزيكال اكزامينشن الدكتور عايز يعمل له شويه تحاليل. كل الناس اللي عندهم، شوف انا بقول لك ايه، كل الناس اللي عندهم لوتس اللي هو لوير يورينري تراكت سيمتومز لازم يعمل تحليل بول. كل الناس اللي عندهم لوير يورينري تراكت سيمتومز، اوعى تقول لي ايه اللوير يورينري تراكت سيمتومز دي، كل الناس اللي بيعانوا سواء بقى بينان بروستاتيك سواء بروستاتايتس سواء اي حاجه، لازم يعمل تحليل بول عشان اقدر استبعد الانفكشن، عشان اقدر استبعد الحصوات. ما ممكن حصوه في البلادر هي اللي عامله دي كلها، في 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 في, في اليوريسلر هي اللي عامله حاجات كتير. لا لازم استبعد حاجات، لازم استبعد، لازم كل الناس يعملوا تحليل البول. ده اساسي عند كل الناس، هستبعد الانفكشن، هستبعد حاجات كتير قوي. فدي حاجه مهمه يا جماعه، مهمه قوي قوي، تمام. ده بالنسبه لي اليورين اناليسيس ده حاجه لابد منها. طيب بالنسبه لي وظائف الكلى، وظائف الكلى مش ريكومندد في الجايد لاينز اللي بيتكلموا فيها على الدياجنوستس والتريتمنت، مش ريكومندد. ولكن ممكن الدكتور يقول لك طب ما توريني وظائف الكلى عشان اشوف الكلى اصلا شغلها كويس ولا لا. فبيعملوا بلاد يوريا نيتروجين اللي هو البي يو ان او السيرم كرياتين، ولكن هو مش ريكومند. طب الدكتور ممكن بقى يطلب البروستات سبيسيفيك انتيجين البي اس اي. البروستات سبيسيفيك انتيجين ده ماركر للانلارجد بروستات، يعني ده الماركر اللي يقول لك ان في تضخم في البروستاتا. ده المارك ده اللي يقول لك في تضخم، بس ما يقولكش التضخم ده سرطاني ولا حميد. البي اس اي لما يزيد في الدم اللي هو البروستات سبيسيفيك انتيجين اللي هو الماركر بتاع البروستات يقول لك ان في تضخم، بس ما يقولكش ان التضخم ده سرطاني ولا التضخم ده حميد. الدكتور بقى اللي يبدا يعرف من الايه، من الديجيتال ريكتال اكزامينشن، او ممكن يعرف بطريقه ثانيه اللي هو ايه، يبدا يستخدم مع المريض 5 الفا ريدكتيز انهبيتور لشهور معينه، فيبدا ال5 الفا ريدكتيز انهبيتور ده يقلل البي اس اي عند البرايم بروستاتيك هايبر بليجيا بيشنت، بس عند الناس عندهم تضخم حميد بس. يبقى الدواء اللي هو 5 الفا ريدكتيز انهبيتورز الادويه دي الفينسترايد ده يقلل البي اس اي عند الناس عندهم برايم بروستاتيك هايبر بليجيا، ما يقللهمش عند الناس عندهم ايه سرطان. اللي هو ليه؟ لان البرايم بروستاتيك هايبر بليجيا سببه اللي هو الداي هيدروتستوستيرون، وال5 الفا ريدكتيز انهبيتور كانزايم هعمل له انهبيت فهقلل الداي هيدروتستوستيرون، فبالتالي هقلل الحاجه اللي بتزود لي حجم البروستات، فبالتالي ايه البي اس اي هيقل، البي اس اي هيقل. ممكن اطلب منه يعمل لي تيست البوست فويد ريزيديوال يورين تيست. ايه البوست فويد ريزيديوال يورين تيست ده يا جماعه؟ التيست كده بيتعمل عن طريق اشعه الترا ساوند او عن طريق قسطره. يعني ايه؟ يعني الدكتور يطلب من المريض ان هو يجي يعمل، يعني يتبول مثلا، يروح يعمل حمام، يقول له الدكتور انا خلصت، فاحنا عايزين نعرف الكميه اللي باقيه في البلادر قد ايه. يعني بعد ما يخلص حمام عايزين نعرف كميه اليورين اللي في البلادر قد ايه. نعرفها ازاي؟ ممكن الدكتور يجيب قسطره ويفتح وينزلها، هو كده كده مش هيعرف ينزلها لانه خلاص مش هيقدر ينزل. لو في قسطره الدكتور هينزلها، لو في الترا ساوند الدكتور هيشوف الكميه بالالترا ساوند. لو هي اكبر من 50 مللي يبقى الشخص ده عرضه ان هو يجي له انفكشن على طول. ليه بعمل التحليل ده؟ لان الشخص ما بينزلش الكميه كلها. ان من ضمن الاعراض بتاعه اللوير ريتراكت سيمتومز ان الشخص بينزل كميه صغيره وبيبقى في كميه لسه موجود وهو حاسس ان في كميه مش قادر ينزلها عشان الايه الاوبستراكشن اللي بيحصل ده. فبالتالي لو هي زياده عن 50 مللي ما بيحصلهاش تفريغ، وزياده عن 50 مللي الشخص ده عرضه ان يحصل له ايه انفكشن. ده بالنسبه للابوراتوري ستادز او التحاليلات اللي هي ممكن ان هي تتعمل. نيجي بقى نعمل الاشعه بقى او حاجات اخرى ممكن تتعمل. ممكن الدكتور يعمل ترانس ريكتال الترا سونوجرافي، وده بقى هيدي للدكتور حجم البروستات اللي هو مور اكيوريت، اللي هو هيقول للدكتور البروستات حجمها فعلا كذا. ده لو هو الدكتور ايه مش قادر يوصل للحجم بالديجيتال ريكتال اكزامينشن، هيوصل له بالايه الالترا سونوجرافي ده اللي هو زي حاجه زي سمار كده بتتعمل كده بالالترا ساوند كده على ويبدا ان هم يقيسوا بالظبط، يعرفوا الحجم بالظبط قد ايه. ممكن يعمل له اختبار حاجات تانية ممكن تتعمل بقى بس مش بتتعمل قوي، حاجه اسمها يوروفلومتري، ان هو يحصل فيه ان الشخص يعمل حمام هنا فقوه الدفع اللي بتنزل هنا بتبدا تتقاس هنا. الجهاز ده بيقيس قوه الدفع بتاع اليورين، هل هو نورمال ولا ويك، دي قوه الدفع اللي هو بيقيسه بيه قوه الدفع. طيب في حاجات اخرى ممكن تتعمل، بريشر فلو ستاديز، وممكن يتم عمل سيستوميتروجرافي اللي هو يشوف بقى انسجه البلادر نفسها ويعملوا لها. ده بالنسبه يا جماعه كل التشخيصات اللي ممكن تتعمل، والتشخيصات كلها بتتبني في الاندكس. ده اساسي الاندكس مع الهيستوري بتاع المريض
والاندكس والديجيتال ريكتال اكزامينشن دي حاجات اساسيه، ومع اليورين اناليسيس ده مع كل الناس، ويبدا الدكتور يتعامل معاه، يبدا يخش في العلاجات. الحاجات الاخرى دي ممكن الدكتور يلجا اليها. نيجي نتكلم بقى على المانجمنت. اول حاجه في المانجمنت يا جماعه هي الواتشفول ويتنج. في البدايه كده لازم الدكتور يعمل له الاندكس بتاع الاي يو اي اندكس، لازم يتعمل الاي يو اندكس اللي هو يشوف السبع اسئله اللي اتكلمنا عليهم ويشوف السكور بتاعته ايه. لو السكور بتاعته سبعه او اقل ده يبقى مايلد، المايلد مش هياخد عليك، المايلد مش هياخد عليك، هيتعمل له واتشفول ويتنج. ايه الواتشفول ويتنج؟ ان الدكتور يبدا يراقب المريض ده، يقول لك ايه زي كده، يقول لك ايه الشخص ده مش هنقبض عليه، ده احنا هنحطه تحت المراقبه. يعني الضابط لما يجي واحد شاكين فيه، هو لسه مش فيه قضيه او جنايه الشخص ده هيتقبض عليه، لا ده هم شاكين فيه، فيقول لك احنا هنحطه تحت المراقبه، يعني مش هيدخل السجن. هنا بقى احنا مش هندي المريض دواء، ده احنا هنحطه تحت المراقبه لعل وعسى الراجل ده ربنا يصلح حاله ويبعد عن الايه، او يبقى يمشي كويس. يعني احنا هنحطه تحت المراقبه ونلاقيه ماشي كويس، خلاص مش هندي علاج. لقينا الدنيا واحنا بقى تحت المراقبه، هنا معناها ايه؟ كل شويه هنعمل له سكور، يعني كل شويه نمتحنه في السبع اسئله. هيجي للدكتور هياخد مثلا سكور سبعة او اقل، اقول له تعالى لي كمان ايه 3 4 3 شهور كده وتعالى لي. هيجي له كمان 3 شهور هيلاقيه واخد اقل من سبعة، يقول له كمان شهرين ثلاثة تعالى لي، وهكذا لغايه لما المريض ده هنفترض ان هو بيجي له مثلا 6 4، هنلاقي ان الموضوع بيخف معاه، فخلاص كده المريض بيخف لوحده مش هيحصل له حاجه. لقينا ان الموضوع بيزيد بقى، خلاص ما بقاش سبعة بقى 8، لا هناخد بقى علاج. يبقى العلاج هيبدا لو السكور بتاعه 8 يا جماعه، لو السكور بتاعه 8، انما 7 وقل هيتعمل له واتش فول ويتنج، او هيتعمل له ايه اللي هو تحت المراقبه. نيجي بتكلم بقى على اول علاج. يبقى اول حاجه هي الواتش فول ويتنج، لقيناه 8 لا مش هيبقى واتش فول ويتنج بقى، هندخل في العلاج على طول. واول حاجه هيتم استخدامها هي الالفا 1 ريسبتور انتاجونستس او الالفا 1 بلوكرز. عندنا ادويه كالاتي: البرايازوسين والدوكسازوسين والترايازوسين والالفيوزوسين والتامسيلوزين والسيلودوزين. الحاجات دي كلها اتكلمنا عليها في شابتر الاوتونوميك نيرفوس سيستم. هنراجع مع بعض سريعا كده: البرايازوسين والدوكسازوسين والترايازوسين، الاثنين الثلاثه دول اللي فوق دول، الثلاثه دول بيستخدموا في الهايبرتنشن وبيستخدموا في البيناين بروستاتيك هايبربليجيا. ليه؟ لان هم بيشتغلوا على الالفا 1 اللي موجوده في البلاد فيزلز، فبالتالي بيبتدوا ان هم يعملوا يقفلوها فيعملوا فازو ديليتيشن، فهيقللوا ضغط الدم فيتم استخدامهم في الهايبرتنشن. اما الثلاثه اللي تحت بيستخدموا فقط في البناين بروستاتيك هايبربليجيا. ليه؟ لانهم سيلكتيف اكتر على شغل البروستات، فما بيقللوش الضغط زي ما اللي فوق بيقلله. ولكن خلينا نتفق ان كل الادويه دي بتقلل الضغط، بتعمل ريسك ان هي تعمل هايبوتنشن، خلينا نتفق، ولكن اللي فوق اكتر بكتير. لذلك بيسموا اللي فوق ادويه نون سبيسيفيك، اما بيسموا اللي تحت سبيسيفيك، ودي جايه على السبيسيفيسيتي بتاعتها ان هي تشتغل على الخلايا بتاعت او الانسجه بتاعت البروستات، الالفوزوسين والتامسيلوزين والسالودوزين. ده بالنسبه للثلاثه اللي تحت، والثلاثه اللي فوق عرفنا الفرق ما بينهم، ودي حاجات شرحناها قبل كده. نيجي نتكلم بقى يا جماعه على اتفقنا ان كل الحاجات دي هيتم استخدامها لو الشخص ده السكور بتاعته اعلى من 8 او تساوي 8، يعني هيستخدم في المودريت والسفير بنان بروستاتيك هايبربليجي. يعني مودريت لسفير، قلنا ان المايل ده 7 او اقل، يبقى ده هيستخدم في المودريت لسفير بنان بروستاتيك هايبربليجي. وجدوا ان كل الالفا بلوكرز، مش حاجه واحده بقى، كل الالفا بلوكرز بتقلل السكور من 4 ل 6 درجات، بتقلل السكور بتاعه اللوير يورين تراكت سيمتومز. الناس عندهم لوير يورين تراكت سيمتومز وبنان بروستاتيك هايبربليجيا، وجدوا ان السكور بتاعتهم بتقل من 4 ل 6 نقاط. طب نيجي نتكلم على السايد افكتس. كل الادويه الالفا بلوكرز دي يا جماعه بتبقى ليها اورثوستاتيك هايبوتنشن، وعارفين طبعا يعني ايه اورثوستاتيك هايبوتنشن، وخلينا نتفق ان النون سبيسيفيك اكبر بكتير كتير كتير من السبيسيفيك ان هي تعمل ايه، تعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. خلينا ايضا نتفق يا جماعه ان الناس اللي هم الحاجات اللي هي النون سبيسيفيك اللي هي البرازوسين والدوكسازوسين والترازوسين، هنبدا معاهم ندي المريض جرعات قليله ونديها في وقت النوم قبل النوم، ونبدا نزود الجرعات، نعمل تيتريشن للدوز واحده واحده، والكلام ده عرفناه في شابتر الاوتونوميك نيرفس سيستم. طب نفترض ان واحد عايز ياخد فياجرا مثلا، وهو بياخد ادويه من الادويه دي، لا احنا هننصحه ان هو ياخد الفياجرا ولكن يفضل يبعد 4 ساعات عن الادويه دي. يعني لو هياخد الدواء ده مثلا الصبح، ياخد
ياخد ياخد الفياجرا بالليل عادي مفيش مشكله. المفروض يبقى في فيصل ما بينهم 4 ساعات على الاقل، و ده لو هيزود جرعه الفياجرا عن اكتر من 25 مللي جرام. لو 25 مللي جرام منها عادي مش انما زياده عن 25 لا هيبعد 4 ساعات، ويفضل ان هو يستخدمها مع حاجات ما بتقللش الضغط جامد زي الثلاث ادويه اللي فوق، يتم استخدامها مع ادويه مور سبيسيفيك زي التامسولوزين او السالودريزين. ده بالنسبه لمشاكلها في الاورثوستاتيك هايبوتنشن. بتعمل مشاكل ثانيه او بتعمل مشاكل في الايجكوليشن، بتعمل ممكن تعمل شويه صداع عشان الهايبوتنشن، ممكن تعمل نيزل كونجيشن ايضا عشان ان هي بتشتغل على بتعمل بلوك للالفا 1 ريسبتور، وممكن تعمل ويكنس. ده بالنسبه للاعراض بتاعتها. نيجي نتكلم عن حاجه كده ليها علاقه بالتامسولوزين. التامسولوزين يا جماعه مهم قوي، مهم قوي انك ان هو ما يتاخدش الواحد هيروح يعمل عمليه ميه بيضاء. الشخص المريض، وطبعا في الغالب الناس دول كبار في السن، وفي الغالب ممكن واحد منهم يعمل عمليه بيضاء، عمليه اللي هي ازاله الميه البيضاء، يعني الميه البيضاء من العينين. فبالتالي الشخص ده لو بياخد تامسولوزين هيبقى فيه ريسك هنا اللي هو يجي له حاجه اسمها فلوبي اريا سيندروم. فلوبي اريا سيندروم دي من الحاجات الخطيره. فبالتالي الشخص ده الدكتور اصلا بتاع العيون هيساله انت بتاخد تامسولوزين؟ هو اي دواء بس التامسولوزين بشكل كبير بيعمل الايه السندروم دي. فهو لو المريض هيقول له اه باخده، لا ده هو المفروض هيوقفه لغايه لما يعمل عمليه الميه البيضاء، وبعدين بعد ما يعملها يبدا يرجع ياخد الدواء تاني مفيش مشكله. الدوزس دي الدوزس يا جماعه بتاعه الادويه كلها. هنا شايفين ان احنا في الثلاث ادويه اللي فوق بنعمل ستارت ب 1 مللي جرام علشان احنا مش عايزين نديله جرعه قوي عشان ما يجيلوش اورثوستاتيك هايبوتنشن، ونبدا نعمل تيتريشن للدوز عشان نوصل للجرعه اللي هو المفروض ياخدها. اما هنا ما بنعملش تيتريشن للدوز ولا حاجه، بنديله الدواء عادي في الثلاث ادويه اللي تحت. ده بالنسبه للدوزز. نيجي نتكلم على الدراج انتر اكشنز. كلها سيتوكروم 3A4 بيحصل لها ميتابوليزم بي، فبالتالي اي حاجه هتعمل انهبت او انديوس بس بشكل قوي هتبدا ان هي تتفاعل مع الادويه دي. ده بالنسبه لاول مجموعه دوائيه، ودي اول حاجه بيبداوا بيها. تاني حاجه بيبداوا بيها بقى، يعني بعد ما يبداوا بالاول ده بيبداوا بقى في حاجه ثانيه اللي هي 5 الفا ريدكتيز انهبيتورز. ادويه بتمنع الانزيم اللي هو 5 الفا ريدكتيز انزيم اللي بيحول التستوستيرون الى داي هيدروتستوستيرون. عندنا دوايين يا جماعه، الفينسترايد والدوتاسترايد. الاثنين دول يا جماعه بيتم استخدامهم. هيستخدموا امتى بقى؟ لو البروستات سايز بتاعه الشخص ده اكبر من 40 جرام. هي الطبيعي بيبقى 20 جرام، بس طبعا الشخص ده عنده اصلا انلارجد في البروستات، فبالتالي لو هي زياده عن 40 جرام يبقى احنا هناخد معاها الدواء ده، يبقى احنا هناخد كمان الدواء ده معاه. طب نيجي نتكلم يا جماعه على الناس اللي هم ما عندهمش بروستات انلارجمنت بشكل كبير، فبالتالي مش هياخد معاهم الادويه دي. الادويه دي مش هنستخدمها مع الناس اللي ما عندهمش انلارجمنت في البروستات اقل من 40، لازم يبقى ازيد من 40 جرام. طيب ودي طبعا بتعرف في الاشعه عادي، بتعرف وزنها في الاشعه عادي. نيجي نتكلم يا جماعه على البينفيتس بتاعت الادويه دي. هتظهر امتى؟ هتظهر بعد 6 شهور. طب الادويه اللي فاتت هتظهر امتى؟ هتظهر على طول. ليه؟ لان الادويه اللي فاتت يا جماعه بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على السموث ماسلز والماسلز بتاعت البروستات والبلادر، بتعمل لها ريلاكسيشن، فبالتالي ما تخليهاش ضغط على طول. من اول ما تاخد الدواء هيحصل ريلاكسيشن وهتتحسن على طول. هنا بتشتغل على الانزيم اللي بيصنع الداي هيدروتستوستيرون. الداي هيدروتستوستيرون اصلا زايد بقاله فتره وعمل انلارجمنت للبروستات خلاص، فانت عشان تحس بفايده فمش محتاج اقل الا يعني حوالي 6 شهور على الاقل عشان تبدا تحس بفايده الادويه دي، عشان الادويه دي اصلا بتمنع الشغل بتاع الداي هيدروتستوستيرون ان هو يزود السايز بتاع البروستات. طب ايه الفرق ما بين الفينسترايد والدوتاسترايد؟ ككلينيكال مفيش فرق، يعني في التجارب الاكلينيكيه على الـ على الـ على المرضى مفيش فرق، ولكن الفينسترايد هو سبيسيفيكلي التايب 2 5 الفا ريدكتيز انزايم. التايب 2 ده موجود في البروستات، في عندي نوعين يا جماعه، تايب 1 وتايب 2. التايب 2 ده موجود في البروستات، اما التايب 1 موجود في اماكن اخرى. اما الفينسترايد كومبيتيتيف انهبيت للتايب 2 بس، اما الدوتاسترايد للاثنين نون سيلكتيف، مفيش سيلكتيفيتي تايب 1 وتايب 2. فنلاقي ان ده بيقلل بنسبه الداي هيدروتستوستيرون بنسبه 80% في بروستات، وده بيقللها بنسبه طبعا اعلى طبعا لان هو نون سيلكتيف بيشتغل على الاثنين، فهيقلل كميه الداي هيدروتستوستيرون بنسبه 94%. هنيجي نتكلم يا جماعه ان الشخص لما يجي يعمل تحليل البي اس اي هيلاقيه طبعا ان هو قل، لان ال5 الفا ريدكتيز انهبيتور بتقلله في الناس اللي عندهم بنمبروستاتيك هايبرميزيا. ودي الدوزز ودي السايد افكتس بتاعه الادويه دي، بتقلل الليبيدو، بتعمل مشاكل في الايجكوليشن، بتعمل اريتاز فاشن. ده كلها لها علاقه ان هي قللت الداي هيدروتستوستيرون. نيجي نتكلم على الكومباينيشن ثيرابي. يعني ايه كومبينيشن ثيرابي؟ يعني هياخد الاثنين مع بعض، هياخد التامسيولوزين مع الدوتاسترايد. والاثنين دول بالذات اكتر حاجه اتعملت عليهم ابحاث، وابتدوا ينزلوا براندات كتيره في السنوات القليله الماضيه من بعد 2011 كده، وابتدوا ينزلوا حاجات زي كده. شركات عملاقه عملت المنتجات دي بتحتوي على تامسيولوزين 4.10 مللي جرام، ودي الجرعه المفروض ان هي بتتاخد طبيعي كده، والدوتاسترايد 5.10 مللي جرام، ودي الجرعه الطبيعيه. عملوهم الاثنين مع بعض في كبسوله واحده،
وسموا بقى طبعا البراندات اللي احنا شايفينها دي، ودي البراندات دي موجوده في يعني حاجات من الحاجات الادويه الحديثه اللي لسه نازله من سنوات قليله قوي، ودي بتستخدم في السيفير سيمتومز. الاعراض طبعا هيشتغل عليها التامسوليزين، واللارج بروست اكبر من 40 جرام ده هيشتغل عليها الدوتا سترايد. الموضوع سهل جدا يا جماعه، الادويه بسيطه وشغلها بسيط، ومش هحتاج ان احنا يعني مفيش حاجه صعبه يعني. احنا ماشيين واحده واحده. اول حاجه اقل من الشخص السكور بتاعه 7 او اقل ده هياخد ايه؟ مراقبه. هنراقب الراجل ده. لو الشخص ده 8 هندي له اعراض، يبقى هنحسن له الاعراض بالايه؟ بالادويه الفا بلوكر. طب الشخص ده البروستات بتاعته اكبر من 40، لا ده محتاج ايه؟ محتاج 5 الفا ريدكتيز انهبيتور. الموضوع بسيط وبيبدا ويمشي مع المريض واحده واحده. في حاجات اتعمل عليها ابحاث ثانيه هنتكلم عليها بقى. الفوسفودايستريز تايب 5 انهبيتورز اللي هم ايه؟ السيلدنافيل والفاردنافيل. لا انا بقول لك تدلافيل بس. يبقى انت لما اقول لك 5 الفوسفودايستريز تايب 5 انهبيتورز في البنان بروستاتيك هايبربليجيا، ما تقوليش بقى السيلدنافيل اللي هي الفياجرا والفاردنافيل ولا حاجات. لا انا بقول لك التدلافيل بس، لان ده اللي اتعمل عليه ابحاث ووجدوا ان ليه فعاليه، والميكانيزم الاكزاكت ميكانيزم مش معروف او غير واضح. الاكزاكت ميكانيزم غير واضح، ولكن بيقولوا الميكانيزم ليه علاقه بالفوسفودايستريز انزيم ان هو عمل له انهبيت، فبالتالي هيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن والبرادر ريلاكسيشن والفياجرا اتعمل لها ابحاث ولكن اضعف. التدلافيل بشكل كبير الافكت بتاعه واضح، واضح ان هو يحسن من اعراض البنان بروستاتيك هايبربليجيا. طب ده يتوصف وتوافق عليه، والاف دي وافقت عليه في 2011. يعني لما تيجي تخش على الدراجز دوت كوم على التدلافيل هتلاقي ان الانديكيشنز بتاعته اريكتايل ديسفانكشن بنان بروستاتيك هايبربليجيا، وفي حاجات ثانيه طبعا بالمونر هايبرتي والحاجات دي كلها قلناها فهم. بس هتلاقي الاثنين دول موجودين كابروفل، انما الحاجات الثانيه مش ابروفل، لان ده افضل واحد اتعمل واتعمل عليه تجارب ونتائجه كانت كويسه قوي. يبقى ممكن واحد تلاقي مكتوب له سيالس او تدلافيل ويقول لك انا عندي مشاكل في البروستات يا عم ده ممكن يتم وصفه. بيتوصف بجرعه ايه بقى؟ بجرعه ب 5 مللي جرام مره في اليوم، 5 مللي جرام مره في اليوم. وطبعا لو الشخص عنده مشكله في الاريكشن وعنده بنان بروستاتيك هايبرتروفي هياخده عادي. يبقى ده بيستخدم مع ناس ممكن يتم وصفه للناس عندهم بنان بروستاتيك هايبربليجيا، ممكن يتم وصفه للناس عندهم الاثنين مع بعض، مشكلتين مع بعض، مشكله في الاريكشن ومشكله البنان بروستاتيك هايبربليجيا. ده بالنسبه يا جماعه للتدلافيل. طيب ممكن يتوصف التدلافيل مع الالفا 1 بلوكرز اللي هي التامسيولوزين، يعني التدلافيل مع تامسيولوزين. بص هو انا مش هقول لك ان هو ما ينفعش يتوصف، ولكن لو هيتوصف يبقى في احتياطات لازم تتعمل عشان في ريسك هنا ان لا يحصل هايبوتنشن. نيجي نتكلم عن ادويه اخرى ممكن تتوصف. انتي ماسكارينكس. استنى عندك ايه ده يا عم؟ ده شان انتي ماسكارينكس؟ انت بتبوظ الدنيا ولا ايه؟ انت بتقول لي انتي ماسكارينكس؟ انت بتقول للناس اللي عندهم بنان هايبربليجيا بنان بروستاتيك هايبربليجيا ما ياخدوش حاجه انتي كولينرجيك، ما ياخدوش حاجه انتي ماسكارينكس. نركز مع بعض. انا دلوقتي معايا مريض، خلاص المريض ده اديته الفا بلوك، اديته تامسيولوزين، واديته 5 الفا ريدكتيز، اديته دوتا سترايد او الفينا سترايد، اديته الدواء ده ولقيت الاعراض بتاعته اتحسنت قوي، بس لسه بيجي لي يقول لي ده انا بروح الحمام كتير ومش قادر. عنده يورينري فريكوانسي ويورينري ايرجنسي. يعني ايه؟ يعني بيخش الحمام كتير ومش مش بيلحق نفسه، عايز يخش الحمام على طول كده، يجري على الحمام كده. ولسه الاعراضين دول التو سيمتومز دول اللي هم التفريغ، اعراض التفريغ يا جماعه، عشان قلت لكم اللو يورينري تراكت ستورج سيمتومز افويدنج سيمتومز، دي اعراض التفريغ. عنده مشكله في اعراض التفريغ دي بقى ملهاش حل، لان الالفا 1 ملهاش علاقه باعراض التفريغ. الالفا 1 دي ليها اعراض، ليها علاقه بالاعراض الايه؟ التخزين بتحسن شويه، انما دي الاعراض بتاعت اليورين فريكوانسي والارجنسي دي لا، مش المريض مش هيتحسن عليه. طب نعمل له ايه؟ نقفل نعمل السفنكتر بتاع البلادر نضيقه شويه، نعمل حاجه زي الاوكسيبيوتينين او التولدريودين. الاثنين دول بيشتغلوا على السفنكتر بتاع البلادر ويمسكوه شويه، يعني يخلوه ماسك شويه، ما يخليش الشخص ده يروح كده الحمام والارجنسي زي بالظبط الناس اللي هم عندهم يورينري انكونتيننس اللي هم سلس البول، اللي هم اللي سلس البول. ان شاء الله ده موضوع حلقتنا اللي جايه، ودي اخر حلقه لينا في يورينري سيستم، اللي هي الحلقه اللي جايه هنتكلم فيها على اليورينري انكونتيننس، وهنتكلم فيها على الاوفر اكتيف بلادر اللي هي الحلقه اللي جايه ان شاء الله. فبالتالي ممكن يتم وصف الادويه دي، مفيش اي مشكله ان هي تتوصف معاها. نيجي بقى نتكلم في الفايتوثيرابي او الالترناتيف ثيرابي، الطب البديل او العلاج بالاعشاب. زي ما اتفقنا مع بعض ان البروستات مشاكل البروستات العلاج بالاعشاب بتاعها بي يعني في دكاتره كتير قوي بتوصفه ونتائجه كويسه. ده مش يعني نتائجه كويسه بخلاف امراض تانية العلاج بالاعشاب فيه نتائجه مش كويسه. وفي طبعا يعني موضوع العلاج بالاعشاب ده
في كلام كتير ونصب كتير قوي وحاجات، بس انا بكلمك ان البروستات فعلا العلاج بالاعشاب بتاعها فعلا فعلا نتائجه كويسه. في دكاتره في المانيا لو عملت سيرش هتلاقي في دكاتره كتير قوي في المانيا بتوصف الساو بالميتو. الساو بالميتو ده اللي هو بالعربي كده مش النباتات دي، اللي هو البلميط المنشاري. هنشوف فقره الصيدليه هنا في مصر في منتجات كتيره فيها الساو بالميتو وفيها حاجات كتير قوي، يعني الحاجات دي منتشره قوي في مصر، منتشره في اي دول في ده اي دوله، يعني الادويه العشبيه بتاعت البروستات منتشره في اي دوله بشكل كبير. دكاتره كتير قوي دكاتره يورولوجي في المانيا بيوصفوا الساو بالميتو بيوصفوه لوحده كده من غير علاج دوائي، وبيحسن الناس عندهم والمرضى بيتحسنوا بشكل كبير. يعني ده اللي هو الساو بالميتو اللي هو نوع من انواع النباتات. في نباتات اخرى اللي هو الستيننج نيتل. الستيننج نيتل ده اللي هو بيسموه بالعربي كده القراص اللاذع. في بقى اللي هو الافريكان ستارجراس، ده الافريكان ستارجراس ده ما اعرفش اسمه ايه، ملوش اسم يعني بالعربي. في البامبكين سيد اويل ده مشهور عندنا قوي في مصر، اللي هو البيبون والحاجات دي هنشوفها برضو في الصيدليه. البامبكين سيد اويل ده اللي هو الزيت بتاع بذره النبات القرع، بذره القرع. عارفين القرع؟ القرع ده بيبقى فيه اللب بتاعه كده او البذر بتاعه، في بيطلعوا منه وبيعملوا اكستراكشن كده للزيت بتاعه وبيستخدموه. الافريكان بالم، الافريكان بالم ده اللي هو البرقوق الافريقي. البرقوق الافريقي ده من دي الاعشاب اللي انا قلتها دي كلها اعشاب ليها منتجات في كل البلاد في الصيدليه ككومباينيشن، يعني الساو بالميتو مع البامبكين سيد اويل ككومباينيشن ممكن يبقى موجود، يعني بيعملوا خلطه عشبيه كده بالاعشاب اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وفعلا ليها فوائد ممكن يتم استخدامها. بس طبعا عشان اقول لكم كده في الخلاصه، مفيش اي جايد لاين بينصح بالاعشاب دي، يعني الامريكان يورولوجيكال اسوسيشن ما بتنصحش باي فايتو ثيرابي لعلاج البنان بروستاتيك هايبر بليشيا. كده مش بقينا غير اخر خطوه مع المريض، ان المريض جربنا معاه العلاجات كلها ولسه الاعراض عنده سيفير ولسه او الاعراض عنده مودريت، مفيش اي يعني مفيش تحسن للاعراض باي خيار دوائي من الخيارات اللي اتكلمنا عليها دي كلها، كده مش هيبقى يلجا ليه الدكتور الا ان هو يتدخل بعمليه جراحيه استئصال البروستاتا او يعمل اي عمليه جراحيه. في عمليات كتير قوي جراحيه ممكن تتعمل، ده هو اخر خيار. وبكده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من موضوعنا الثاني في حلقه النهارده وهو البينان بروستاتيك هايبر بليجيا. تعالوا بينا ندخل فقره الصيدليه ونشوف اشهر الادويه اللي اتكلمنا عليها النهارده، نشوفها معانا فقرة الصيدلية. تعالوا بينا نشوف فقرة الصيدلية. ندخل في فقرة الصيدلية. طبعا فقرة الصيدلية هنشوف فيها الحاجات اللي ما شفناش قبل كده، وممكن يعني لان احنا شفنا جزء الاوتونوميك نيرفوس سيستم معظم الادوية شرحناها فيه، فخلينا نتكلم عن اشهر حاجات معانا. هو التامسيلوزين ده اشهر حاجة هتتوصف عشان السبيسيفيسيتي بتاعته وشغله ان هو مور سبيسيفيك يعني على البروستات غير الحاجات التانية، فده بيتوصف بشكل كبير فعلا. تامسيلوزين عندنا البراند اللي هو الاساسي هو الفلو ماكس، ده اول واحد. وفي عندنا طبعا منتجات محليه كتير قوي بتحتوي على هذه الماده العلميه. وعندنا الاومنيك والاومنيك اوكاز. اوكاز دي طبعا فاكرين لما اتكلمنا عليها هي اختصار للاورال كنترول ابزوربشن سيستم، وقلنا ان فكره الاوكاز غير التامسيلوزين اللي هو المودفايد ريليز العادي، لا التامسيلوزين الاوكاز افضل عشان الافيكاسي والتولرابيتي ريشيو بتاعته افضل شويه، ودي اتكلمنا عليها ايضا في حلقتنا في الاوتونوميك نيرفوس سيستم. ده بالنسبه لماده التامسيلوزين، اتفقنا ان دي مجرد امثله بسيطه قوي في حاجات كتيره. الفينسترايد هو البروسكار، ده في حاجات طبعا كتيره، ده 5 الفا ريداكتيز انهبيتور. عندنا الدوتا سترايد ده الافودارت، ده اللي هو الدوتا سترايد. عندنا بقى الكومبينيشن، ده حاجات لسه نازله جديده قوي، شركات مالتي كبيره. جليان وده اول واحد، وبعدين عمل حاجات كده شركه جي اس كي منزله الدوا دارت، ده عباره عن كومبينيشن دوتا سترايد مع التامسيلوزين، واعتقد ان الكومبينيشن ده هيبقى ليه نجاح كبير قوي قوي في الفتره اللي جايه. خلاص بقى دواء كبسوله واحده فيها الاثنين وخلاص، بدل ما المريض ياخد دي ودي، والمرضى اللي هم عندهم البروستات اكبر من 40 جرام وسيفير هم عندهم الاعراض سيفير. نيجي بقى للحاجات المنتجات اللي هي العشبيه. ساو بالميتو ده الحاجه اللي اتعمل عليها بحث كتير قوي، والحاجه اللي الناس كتير قوي توصفها في البنان بروستاتيك هايبر بليجيا، كمان بيتوصف في البروستاتايتس التهاب البروستاتا، وده من الحاجات الكويسه قوي وناس كتير قوي توصفها في موجوده في دول كتيره. عندنا هنا موجوده في مصر حاجات كتير قوي بتحتوي على الساو بالميتو، يعني حاجات كتير مش هقدر ان انا اجيب لك كل الحاجات، ولكن اللايكومين ده من الحاجات المشهوره مع منتجات اخرى، ولكن بيحتوي في منتجه الاساسي على الساو بالميتو مع حاجه تانية برضه، بس ده حاجه من ضمن الحاجات الموجوده. طبعا الحاجات المستورده موجوده كتير قوي
اللي هي بتحتوي على السبورت اكستراكت لوحده كده. الافريكان بام اللي هو الافريكان بلام اللي هو البرقوق الافريقي، ده بيحتوي في منتجات كتيره قوي، البروستا كاب والبروستا كيور وتادينان، دي حاجات بتحتوي على الخلاصه بتاعت البرقوق الافريقي. نيجي نتكلم على البامبكين سيد اويل، ده الخلاصه بتاعت البذور بتاعت النبات القرع. في عندنا البيبون والبيبون بلس، دول اشهر حاجه بصراحه عندنا في مصر بيحتوي على البامبكين سيد اويل. البيبون ده لوحده، بامبكين سيد اويل لوحده، البلس ده معاه سوا بالميتو، يعني تخيل بقى الدواء ده يبقى افضل بكتير طبعا. ليه؟ لان في سوا بالميتو اللي هي حاجه كويسه قوي مع البامبكين سيد اويل، فده من ضمن الحاجات الكويسه قوي قوي لو اتوصفت لواحد عنده بنام بروستاتيك هايبربليجيا كده. يبقى احنا انتهينا من حلقه النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. اسف يا جماعه لو انا انفعلت شويه في الحلقه، ولكن صدقوني انا بنسى نفسي لما في حاجات كده معينه ببقى مركز قوي في الشرح فيها، فبنسى نفسي، بنسى ان صوتي عالي، بنسى انتوا اصلا لو شفتوني فيديو هتخافوا، ايدي جايه رايحه كده، ايدي جايه كده، وفي حاجات بتطير جنبي يعني. فصدقوني والله لو شفتوني فيديو انتوا هتخافوا مني، فكويس ان انتوا سامعين صوت بس. فانا اسف لو كنت انفعلت شويه، وان شاء الله باقي لنا حلقه واحده بس في اليورينري تراكت سيستم، هتكلم فيها عن موضوع مهم قوي وهو اليورينري انكونتيننس اللي هو سلس البول، الناس اللي ما بيقدروش يتحكموا في البول عندهم، والتبول اللا ارادي والحاجات دي، الاطفال والكبار والحاجات دي. وانا اتكلم على كمان عن الاوفر اكتيف بلاتر، حاجه بسيطه جاي كده، اتكلم فيها على الادويه ازاي نستخدمها، وكل كلامنا هنتكلم على الريكومنديشنز طبعا عشان نعرف ازاي نتعامل. وهننتهي ان شاء الله من حلقه من موضوعنا في اليورين تراكت سيستم، لما ننتهي منه هتلاقوني كده فتره كده رحت قاعد كده وشويه كده الحلقات اتاخرت شويه، لا هي مش اتاخرت ولا حاجه، انا ببدا اراجع الشابتر تاني وابدا انظمه وابدا اظبط اجيب له اسئله، فببدا ابحث على اسئله وافتح كتب الاسئله وابدا اطلع منه اسئله كويسه ونجاوب عليها. فطبعا الناس اللي معاها التطبيق بتاع فارما جايد ام سي كيو هتلاقي كده بعد ما خلصنا الشابتر مثلا باسبوع ولا حاجه هتلاقي الاسئله نزلت، تروح داخل سيادتك على الشابتر عشان تراجع وتحل الاسئله، تدخل على الشابتر هتلاقي الشابتر دلوقتي مقفول للناس اللي بتسمع الحلقه بتاريخ النهارده تاريخ 31/1/2017، بعد كده ان شاء الله ممكن تلاقي اسئله تبقى موجوده. فالتاريخ النهارده التاريخ ده تسجيل الحلقه، فبعد ما نخلص الشابتر باسبوع هتلاقي الاسئله نزلت اوتوماتيك من غير ما تعمل ابديت للابلكيشن. الناس يا جماعه تخش على الجوجل بلاي، الناس اللي تخش على الجوجل بلاي، الناس اللي هم الاندرويد، الناس اللي معاهم الابل ستور والنظام الاي او اس، للاسف يا جماعه لسه لغايه دلوقتي ما توصلناش لمصمم يعمل لنا تطبيق على نظام الاي او اس. الناس اللي انا بكلمكم على تطبيق الاندرويد على الجوجل بلاي، خش حمل الفارما جايد ام سي كيوز وحل الاسئله بتاعت الشباتر اللي فاتت، كلها موجوده، كل الشباتر اللي فاتت الاسئله حطيناها خلاص، الشباتر الجديده ان شاء الله لما نخلصها هنحط الاسئله على طول لغايه لما نوصل ان احنا نحط الاسئله بتاعت ال 20 شابتر اللي هم ممكن ان هو محتمل يبقى اكبر من عدد اكتر من 1000 سؤال. حاليا احنا حاطين في لغايه الجي اي تي 580 سؤال، وبقى لنا ان شاء الله باقي لنا شباتر لسه ما اتكلمناش عليها. اشوفكم حلقه جديده، استودعكم الله، كان معكم دشان حسن دشان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.